بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نتكلم على الجزء الفاضل اللي هو الاوبتيكال ترانسميتر والاوبتيكال ريسيفر والموديوليشن تكنيكس والمالتيبلكسنج في الاوبتيكال كوميونيكيشنز. ايه الحاجات اللي انا عايز اتكلم عليها في موضوع الاوبتيكال ترانسميتر؟ في الاوبتيكال ترانسميتر عاوز اتكلم في البدايه على الترانسميتر بتاع الضوء او السورس بتاع الضوء. السورس بتاع الضوء اللي احنا بنستعمله في الاوبتيكال كوميونيكيشن. يعني في بدايه الشرح بتاعنا في التجربه قلنا ان الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم زيه زي اي كوميونيكيشن سيستم تاني، بيتكون من ترانسميتر وريسيفر وشانل. يعني بيبقى عندي ترانسميتر زي ما احنا متعودين على شكل كوميونيكيشن سيستم، ترانسميتر وعندي ريسيفر وعندي ايه؟ وعندي شانل. المعروف واحنا بنتكلم في السياق بتاع الاوبتيكال كوميونيكيشن ان الترانسميتر نقصد بيه السيركت او السيستم اللي هو بادئ من عند السورس بتاع المعلومه. يعني نقصد بيه كل السيركتس كلها اللي محطوطه بتاء من مصدر المعلومه اللي طلعت منه السيجنال بتاعت المعلومه لغايه الفتحه بتاعت التشانل. كل ده على بعضيه بنسميه ترانسميتر في الكوميونيكيشن. معروف برضو واحنا بنتكلم في كوميونيكيشن ان الريسيفر بيبقى عباره عن السيركتس اللي هي بتبدا من بعد التشانل، اللي هي بتبدا من استقبال السيجنال من التشانل لحد ما تودي السيجنال للديستنيشن بتاعتها، او لحد ما تودي السيجنال للمستقبل بتاعها. ده بيبقى معنى الترانسميتر ومعنى الريسيفر لما نيجي نتكلم في السياق بتاع الكوميونيكيشن. هنا في الاوبتيكال كوميونيكيشن انا ما اقصدش بالترانسميتر كل السيركتس اللي بتبقى موجوده من ناحيه الترانسميتنج نود، ولا كل السيركتس اللي تكون موجوده ناحيه الريسيفنج نود، وانا بتكلم على الريسيفر. مش ده اللي بقصده بالترانسميتر ومش ده اللي بقصده بالريسيفر. امال انا اقصد ايه؟ انا اقصد بالترانسميتر اخر جزء من الترانسميتر اللي هو الجزء اللي بيبقى قبل الشانل، واقصد بالريسيفر اخر جزء من الريسيفر اللي هو الجزء اللي بيكون جنب التشانل برضه. ليه؟ لان الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم هو في الاخر برضه كوميونيكيشن سيستم، فهو الكومبوننت الاساسيه في الترانسميتر ما بتختلفش كتير في الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم. يعني العمليات الاساسيه اللي بنعوزها في الترانسميتر موجوده، والعمليات الاساسيه اللي بنعوزها في الريسيفر برضه موجوده. اقصد بالعمليات الاساسيه مثلا الترانسديوسر. الترانسديوسر اللي هو الحاجه اللي بتحول السيجنال من الصوره الاصليه الطبيعيه بتاعتها للصوره الكهربيه. يعني ببساطه المثال الواضح اللي بنستعمله كتير بنستعمله على طول اشاره الصوت. صوت البني ادم اللي بيتكلم الاشاره دي طالعه منه من بقه عباره عن بريجر ويف. بريجر ويف يعني عباره عن موجه صوت. مين اللي بيحول الاشاره دي او الموجه دي للصوره الكهربيه؟ اللي هو الميكروفون. الميكروفون بياخد البريجر ويفز اللي هي طالعه من بق البني ادم اللي تحمل صوته او تحمل كلامه، بيحولها لالكتريكال سيجنال. ليه بنحول كل حاجه الكتريكال سيجنال؟ ان احنا الكوميونيكيشن سيستمز بتاعتنا بنعملها تبقى كلها بيزد على الالكتريكال كومبوننتس والسيركتس والكلام ده، فلازم تتحول الكتريكال سيجنال عشان خاطر نقدر نعمل عليها بعض البروسيسز جوه الترانسميتر او جوه الريسيفر. فدي عمليه مثلا من العمليات الموجوده دايما في الكوميونيكيشن سيستم، انك تحول السيجنال للصوره الكهربيه وبعدين بتعمل شويه عمليات تاني. مثلا لو كانت السيجنال انالوج احنا بنعوز نحولها ديجيتال، لو احنا بنعمل مثلا ديجيتال كوميونيكيشن فنحول السيجنال من انالوج لديجيتال. ممكن تكون في عمليات تانيه بتتعمل في السيجنال على حسب السكيم بتاع الكوميونيكيشن في السياق اللي انا بتكلم فيه. فكل العمليات دي بتتعمل عادي جدا في الترانسميتر، والعمليات اللي هي عكسها بتتعمل عادي جدا في الريسيفر من غير اي اختلاف. امال ايه الاختلاف اللي بيحصل؟ الاختلاف اللي بيحصل في الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم هي الحته اللي بتكون في اخر الترانسميتر والحته اللي بتكون في اول الريسيفر. ليه بقى بيحصل فيها اختلاف؟ الحته اللي بتكون في اخر الترانسميتر طبيعي ان هي تعمل دورها انها تهيئ او تجهز الالكتريكال سيجنال عشان تحطها في التشانل، والتشانل بتاعتي بتبقى عباره عن اوبتيكال فايبر، والاوبتيكال فايبر مش هياخد منك سيجنال يبعتها الا اذا كانت السيجنال دي عباره عن ايه؟ اوبتيكال سيجنال. فلازم يبقى في حاجه بتتحط قبل التشانل كل دورها اللي هي بتعمله ان هي بتحول السيجنال من الصوره الالكتريكال للصوره الاوبتيكال، ودي بنسميها الكتريكال اوبتيكال كونفرتر. نسميها الكتريكال اوبتيكال كونفرتر. وبالعكس اول حاجه لازم تكون محطوطه في الريسيفر اللي هي الحاجه اللي هتحول السيجنال من الصوره الاوبتيكال للصوره الالكتريكال، ودي اول حاجه بتكون محطوطه في الريسيفر اللي احنا بنسميها اوبتيكال الكتريكال كونفرتر. يبقى ببساطه كده في السياق بتاع الاوبتيكال كوميونيكيشن، الترانسميتر في الجزء العادي اللي هو قبل الكونفرتر، والريسيفر في الجزء العادي اللي بعد الكونفرتر. في الجزء ده ما بيبقاش فيه اختلافات كبيره عن الكومبوننت بتبقى موجوده في اي كوميونيكيشن سيستم. الانالوج على حسب اللي بيبقى موجود فيه، والديجيتال على حسب اللي يكون موجود فيه، لان الانالوج كوميونيكيشن بيبقى فيه شويه بروسيسز بتعمل، في الديجيتال كوميونيكيشن فيه شويه بروسيسز ثانيه بتتعمل. فكده كده الحاجات بتبقى موجوده هي في الاوبتيكال كوميونيكيشن سيستم، ولكن اللي بيختلف معايا اللي هو الفرونت اند، حاجه بنسميها الفرونت اند. يعني ايه الفرونت اند؟ اللي هو اللي انا رسمه باللون الاخضر ده، الحاجه اللي بتتحط في المكان اللي انا رسمه باللون الاخضر اسمها فرونت اند، الحاجه اللي بتبقى في وش التشانل على طول.
عشان كده بيسموها الفرونت اند اللي هي في الوش، في وش التشانل. فدي اللي هي بتبقى بتهيئ السيجنال عشان تتحول من الكتريكال لاوبتيكال وبشكل مناسب يخش في التشانل، وبرضه بتهيئ السيجنال ان هي ترجعها من اوبتيكال الكتريكال بشكل مناسب عشان يستقبلها الريسيفر. الناس اللي بتتكلم في الاوبتيكال كوميونيكيشن لما يجي يتكلم على الترانسميتر يقصد بالترانسميتر الجزء الاخضر ده اللي هو مكتوب عليه الكتريكال اوبتيكال كونفرتر، يقصد بالترانسميتر الحته الخضراء بس اللي الحته اللي هي في اخر الجزء ده اللي قبل التشانل على طول، ويقصد بالريسيفر الاوبتيكال ريسيفر اللي هو الحته اللي بتبقى جنب التشانل على طول. فما يقصدش بالترانسميتر كل الكومبوننت بتاع الترانسميتر ولا بالريسيفر كل الكومبوننت بتاع الريسيفر. دي حاجات المفروض انت بتدرسها في الكوميونيكيشن ثيري عادي من غير اي مشاكل يعني. لكن الجديد في الموضوع اللي هو يختص بالاوبتيكال كوميونيكيشن اللي هم الجزئين اللي باللون الاخضر، ودول في سياق الاوبتيكال كوميونيكيشن كتير بيسموهم اوبتيكال ترانسميتر واوبتيكال ريسيفر، يعني مش بس بيسموهم كونفرتر، لا بيسموهم هم الترانسميتر وهم الريسيفر، عشان تبقى عارف المصطلحات لما تيجي تدور عليها. طيب انا عايز اعرف، هنتكلم على ايه في موضوع الترانسميتر؟ زي السلايد اللي انا عرضتها في اول ما اتكلمت كان فيها ثلاث نقط تحت بعضيها. ايه الثلاث نقط دول؟ الثلاث نقط دول هم بيحددوا الخصائص بتاعه الترانسميتر اللي هيبعت السيجنال او الالكتريكال اوبتيكال كونفرتر اللي احنا بنتكلم عليه. احنا اي حاجه بنتكلم عليها في الاوبتيكال كوميونيكيشن بنتكلم على البارامترات بتاعتها الاساسيه او الخصائص بتاعتها الاساسيه، زي ما عملنا في الاوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر اتكلمنا على بارامترات الاساسيه، حاجه اسمها النومريك ابرتشر، وبعد ما اتكلمنا عن النومريك ابرتشر اتكلمنا على حاجه اسمها الباس لوس، اللوس بتاعته، اللوس بالديسيبل لكل كيلومتر ازاي بتتغير على حسب الويفلينس. بعد كده اتكلمنا على حاجه اسمها الباند ويث ديستانس برودكت، فدي كانت بارامترات للاوبتيكال فايبر وكان لازم نعرفها. في الاوبتيكال ترانسميتر في خصائص برضه او بارامترات، وفي الاوبتيكال ريسيفر في خصائص او بارامترات. ايه الخصائص او البارامترات؟ في حاجه اسمها المونوكروماتيسيتي اول حاجه، ثاني حاجه في حاجه اسمها الدايركتيفيتي، بعد كده في حاجه اسمها الكوهيرنس. الخاصيه الاولى اللي هي المونوكروماتيسيتي دي بتتكلم على الويف لينثز اللي بتطلع من مصدر الضوء. مصدر الضوء لما اجي اتعامل معاه اللي هو بيطلع اي ضوء لازم بوصفه بمجموعه من الخصائص. اول خاصيه هو بيطلع ضوء في رينج ويف لينث كام، زي ما كنا بنعمل بالظبط مع الانتنه اللي هي مصدر الالكترومغنيتيك ويف. انا ممكن اعمل عمليه تصنيف للانتنات، ازاي اصنف الانتنات على حسب الفريكوانسي رينج بتاع السيجنال اللي بتطلع منها. يعني في انتنات ممكن تشتغل عند فريكوانسي رينج صغير شويه تحت مثلا الواحد جيجا، يعني في حدود مئات الميجا. في انتنات ممكن تشتغل عند فريكوانسيز اعلى من كده في الحدود اللي هي من 1 جيجا مثلا لحد 3 جيجا، في انتنات بتشتغل في فريكوانسي رينج اعلى من كده وهكذا. فاحنا ممكن نصنف الانتنز مثلا اللي هم مصادر الكترومغنيتيك ويف على حسب الفريكوانسي بتاع الكترومغنيتيك ويف اللي طالع منها بيبقى فرنج عامل ازاي. ممكن نصنف الانتنات كمصدر للالكترومغنيتيك ويف بناء على الفريكوانسي اللي طالع منها. موضوع اللايت سورسز دي بارامتر او كاركتر من الكاركتريكتس بتاعت الكرنت سورس بتاعت اللايت سورسز. حاجه تاني برضو ممكن نصنف الانتنات برضو على حسب الدايركتيفيتي بتاعتها. يعني في انتنات مثلا ما بتكونش دايركتيف خالص. يعني ايه مش دايركتيف خالص؟ يعني لما بطلع الموجه هي الكترومغنيتيك ويف بتطلعها في كل الاتجاهات، طبعا في كل الاتجاهات بنسبه 100%. دي بنسميها ايزوتروبيك انتنا، دي مش موجوده عمليا براكتيكالي. في حاجه ثانيه موجوده براكتيكالي زي مثلا الاومني دايركشنال انتنا اللي هي بتوزع الكترومغنيتيك سيجنال او الكترومغنيتيك ويف بتوزعها في اتجاهات متساويه في بلين عمودي على الانتنا نفسها. فانت لما تيجي تدرس مثلا، انا بعمل تناظر عشان بس اقرب لك الفكره، لما تيجي تدرس حاجه زي الانتنه ممكن تقسمها على حسب الفريكوانسيز اللي طالعه منها، على حسب الدايركتيفيتي، على حسب حاجات زي كده. هنا برضو في اللايت سورسز مصادر الضوء نقدر نميز الضوء اللي طالع من المصادر او نقدر نصنف المصادر باعتبار الثلاثه بروبرتيز دول، على حسب المونوكروماتيسيتي وعلى حسب الدايركتيفيتي وحسب الكوهيرنس. طيب نقصد ايه احنا بالمونوكروماتيسيتي؟ نقصد الرينج بتاع الويف لينث اللي طالع من الضوء. وفي السياق بتاع الاوبتيكال كوميونيكيشن لما نيجي نتعامل مع السيجنال اللي طالع من السورس او نيجي نتعامل مع السيجنال في الكوميونيكيشن سيستم عموما، مش بنتكلم باللغه بتاعت الفريكوانسي ابدا، مش زي ما احنا متعودين في الكوميونيكيشن العادي في الوايرلس كوميونيكيشن والوايرد كوميونيكيشن، مش بنتكلم برينج الفريكوانسي وكده، لا بنتكلم برينج الويف لينث. وطبعا مفيش فرق كبير، يعني الويف لينث والفريكوانسي هما الاثنين ريليتد لبعض لو انت عارف السرعه اللي ماشيه بها الويف. يعني لو الويف دي مثلا عباره عن ويف بتاعه جهد او ويف بتاعه تيار، موجه جهد او موجه تيار، يعني فولتج ويف او كرنت ويف ماشيه في سلك، فلو انت عارف السرعه بتاعتها في السلك، ودي حاجه بتعتمد على خصائص السلك زي ما درسنا في الترانسميشن لاين زمان، لو انت عارف السرعه بتاعتها تقدر تربط السرعه بالويف لينث،
بالفريكونسي، ممكن تشتغل بالويفلينس وممكن تشتغل بالفريكونسي اللي بيربطوا من بعضهم هما الاثنين البارامتر بتاع السرعه. لو انت بتتكلم مثلا على الكترومغنيتيك ويف بقى، مش موجه جهد التيار بتمشي في سلك، لو بتتكلم على الكترومغنيتيك ويف بتمشي في الوايرلس شانل، فممكن تتعامل بالفريكونسي بتاعها، ممكن تتعامل بالويفلينس بتاعها لو انت عارف السرعه بتاعت الكترومغنيتيك ويف في الميديم اللي هي ماشيه فيه، لان السرعه بتاعتها بتعتمد على الميديم زي ما درسنا برضو في الفيلد، في الكترومغنيتيك فيلدز في المجالات. في الضوء برضه نفس القصه، ممكن اتعامل بالفريكونسي بتاعه، ممكن اتعامل بالويفلينس. بس الحاجه المتعارف عليها ان احنا في سياق الاوبتيكال كوميونيكيشن ما تعملش ابدا بالفريكونسي، بتعامل بالويفلينس. ليه؟ الفريكونسي بتاع الضوء لو انت بصيت على الطيف الكهرومغناطيسي الكترومغنيتيك سبيكترم هتلقى الفريكونسي بتاع الضوء عالي جدا، حاجه في 10 اس 14 مثلا، فيبقى عالي خالص. عشان كده مش بتعمل بالفريكونسي، بتعمل بالويفلينس. لكن طبعا البرنسبل هو هو، اي مصدر لحاجه بيطلع اكيد ويف لينسز معينه. المصادر بتاعه الضوء عموما احنا ممكن نقسمها لنوعين طبقا للويف لينس ديستريبيوشن بتاع الحاجه اللي طالعه منها او بتاع الضوء اللي طالع منها. على حسب الويف لينس ديستريبيوشن بتاع الضوء اللي طالع منها احنا ممكن نقسمها لحاجتين اتنين. ايه لحاجتين اتنين؟ في حاجات بتطلع ضوء عباره عن ضوء واخد مدى كبير جدا من الويف لينسز، ومش مدى كبير جدا يعني مدى واسع شويه من الويف لينسز، بحيث لو انت مثلا رسمت علاقه ما بين الباور بتاعت الضوء اللي طالع من المصدر والويف لينسز هتلاقي لا انت واخد رينج من الويف لينسز، بادئ مثلا من لامدا مثلا مينيمم، بادئ مثلا من لامدا مينيمم لغايه لامدا ماكسيمم، فانت واخد رينج من الويف لينسز. يبقى ده عباره عن مصدر ضوء بيطلع ايه؟ وايد ويندو. وايد ويندو يعني الويندو اللي هو شغال فيها الاوبريشن ويندو بتبقى عاليه، بتطلع ويف لينسز كتير. في مصادر ثانيه لا ما بتبقاش كده، في مصادر ثانيه للضوء مش بتطلع وايد ويندو من ويف لينسز، لا بيطلع ويف لينسز قليله، بتطلع ويف لينسز قليله. المصادر الثانيه دي برضه لو انت رسمت علاقه بين الباور بتاعت الضوء اللي طالع منها والويف لينس لا تلقى الويندو رفيعه خالص، الويندو رفيعه خالص وكلها تقريبا في الغالب بتبقى متسنطره حوالين ويف لينس معين بنسميه لامدا نوت. نظريا او معنى دق عمليا يعني عمليا استحاله هيبقى عندك في مصدر ضوء بيطلع سنجل اوف لينس. سنجل اوف لينس بمعنى كلمه سنجل اوف لينس شارب، يعني شارب يعني امبلس يعني يكون السيجنال اللي طالع منه فيها جاست وان ويف لينس. جاست وان ويف لينس يعني لو رسمت الباور مع الويف لينس الى الرسمه اللي احنا راسمينها دي، بدل ما ترسم منحنى زي ما راسم منحنى كده شبه المنحنى بتاع السنك عند لامدا نوت، لا هترسم امبلس عند لامدا نوت. طبعا عمليا ده مش موجود، يعني استحاله يكون في حاجه بتطلع ويف لينس شارب بالشكل ده ان هي تطلع ويف لينس واحد بس، هتبقى في الغالب بتطلع مدى من الويف لينس. لكن احيانا بيبقى المدى ده ضيق قوي 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 قوي، لو ضيق قوي نقدر نعتبره مجازا كانه ويف لينس واحد فقط، وساعتها نكتب على السورس ده مونوكروماتيك. تكتب على السورس ده ايه؟ مونوكروماتيك. مونوكروماتيك يعني الضوء اللي طالع منه واخد ويف لينس واحد بس، اما الضوء الثاني مش مونوكروماتيك، لا الضوء الثاني واخد وايد ويندو من الويف لينسز اللي بتطلع منه. طيب الحكايه دي مهمه، يعني الحته بتاعت انك انت يكون المصدر بيطلع جاست وان ويف لينس شارب او تقريبا جاست وان ويف لينس شارب ولا بيطلع اكتر ويف لينسز بيطلع ويندو، الحكايه دي تفرق معانا كتير في الاوبتيكال كوميونيكيشن ولا لا؟ هي اكيد تفرق، وعايزين نعرف تفرق في ايه، يعني ايه اللي يخليها بارامتر مهم للسورس، ايه اللي يخليها بارامتر مهم للترانسميتر. اكيد عشان بتفرق في الاوبتيكال كوميونيكيشن. طب يا ترى بتفرق في ايه؟ بتفرق في الموضوع بتاع الديسبيرجن اللي احنا اتكلمنا عنه لما كنا بنتكلم على خصائص الاوبتيكال فايبر. لما اتكلمنا على خصائص الاوبتيكال فايبر قلنا الديسبيرجن بيحصل بسبب ان الضوء جوه الفايبر بيمشي في اكتر من مود، هو ده مش المصدر الوحيد للديسبيرجن اللي بيحصل جوه الاوبتيكال فايبر، لا لو انت كمان باعت ضوء جوه الاوبتيكال فايبر والضوء ده بيحتوي على ويف لينسز كتيره، فكل ويف لينس بيحصل له بروباجيشن بسرعه مختلفه بسبب اختلاف خصائص الاوبتيكال فايبر بالنسبه للويف لينس. يعني الماتيريال بتاعت الاوبتيكال فايبر بتظهر ريفراكتيف اندكس مختلف، يعني معامل انكسار مختلف لكل ويف لينس مختلف، وبالتالي كل ويف لينس هيمشي بسرعه مختلفه جوه الاوبتيكال فايبر. لما يحصل الكلام ده يبقى بيتسبب في حصول حاجه جوه الاوبتيكال فايبر اسمها الكروماتيك ديسبيرشن. ايه هو الكروماتيك ديسبيرشن؟ الديسبيرشن اللي هو بينتج بسبب اختلاف السرعه بتاعت البروباجيشن بتاعت الويف لينسز المختلفه لما تمشي جوه الويف جايدز. طبعا ده بيزود الديسبيرشن اللي انت بتحاول تلغيه عشان تحسن الكوميونيكيشن، وبالتالي انت لما تيجي تتعامل مع اوبتيكال فايبر يستحسن انك انت تستخدم مصدر يكون المصدر ده مونوكروماتيك، يعني الويف لينس بتاعه اللي هو شغال عنده ضيق جدا تقريبا سنجل ويف لينس زي الرسم اللي باللون الاخضر. مش مفضل ابدا ان انت تتعامل مع مصدر يكون بيطلع وايد
ويف لينثز، لان ده هيزود الديسبرجن، هيزود اي نوع من الديسبرجن، النوع بتاع الكروماتيك ديسبرجن، وبالتالي هيخلي الكوميونيكيشن بتاعك مش افيشنت. طيب نعمل الضوء اللي هو يكون مونوكروماتيك، اكيد طبعا في يعني مزايا وعيوب. عشان تعمل ضوء مونوكروماتيك دي حكايه مش سهله، محتاج انك تجيب مصدر ذو خصائص معينه زي ما هنقول بعد دقائق قليله. لو المصدر اللي بيكون الراديشن بتاعه مونوكروماتيك بالشكل ده هيحتاج تجهيزات معينه، هيحتاج اعدادات معينه، اكيد مكلف شويه، غير المصدر الثاني اللي هو العادي اللي هو بيطلع وفلينسز كتيره، ده اكيد بيبقى اسهل في التعامل معاه. يبقى الموضوع فيه برضه مزايا وعيوب. انا لو انا عاوز كوميونيكيشن افيشنت خالص، الديسبرجن قليل، ابعت مسافات طويله، ابعت داتا ريت عالي، بعد ما تخلص من المودل ديسبرجن باني استخدم سنجل مود ستيب اندكس فايبر، او استخدم جريدت اندكس فايبر، لازم استخدم كمان ترانسميتر يكون مونوكروماتيك. في المقابل ممكن استخدم ترانسميتر ما يكونش مونوكروماتيك زي ترانسميتر اللي بلونه احمر، بس لما اجي استخدم الكوميونيكيشن بيستخدم كوميونيكيشن لمسافات طويله، هيبقى كوميونيكيشن لمسافات قريبه، وما يبقاش الداتا ريت او الباندويتس بتاع الانفورميشن اللي تبعتها عباره عن باندويتس كبير. كل حاجة ليها استخدامها، يعني اللينكات اللي محتاجة خصائص زي كده بنحط فيها الحاجات دي، اللينكات اللي مش محتاجة الخصائص دي أبقى انا مش محتاج اكلف نفسي واعمل سورس بالخصائص دي عشان ما تكلفش فلوس، وانا كده كده مش محتاج البروبرتي دي في السيستم بتاعي. يبقى دي اول حاجة بتميز مصدر الضوء اللي هي المونوكروماتيسيتي. تاني حاجة بتميز مصدر الضوء اللي هي الدايركتيفيتي. الدايركتيفيتي اللي هي معناها زي بالظبط معنى الدايركتيفيتي اللي احنا اخدناه في الانتنز. ايه معنى الدايركتيفيتي في الانتنز؟ ان الانتنة لما تكون دايركتيف قوي، يعني بتركز الالكترومغنيتيك ويف بتاعتها اللي طالعه منها الراديشن بتاعها بتركزه في دايركشن واحد، بتركزه في دايركشن واحد. يعني بتلقى لما كنا بنرسم الرسم بتاعت الراديشن باترن بتاع الانتنة، بتلقى الراديشن باترن بتاع الانتنة لما تيجي ترسمه ممكن يطلع عباره عن مثلا عن لوب كبيره جدا في اتجاه محدد ومفيش اي حاجه في الاتجاه الثاني، ده كانت الانتنة دايركتيف خالص. فاكر انت مثلا حاجه زي الهورن لما تيجي ترسم مثلا الراديشن باترن بتاعه، تلاقي الراديشن باترن عامل زي كده، في لوب زي كده، لوب زي كده بتكون ضيقه جدا، ضيقه جدا يعني البيم ويدث بتاعها رفيع خالص او ضيق خالص، يعني هي بتركز اغلب الالكترومغنيتيك راديشن في الحته دي، اغلب راديشن في الحته دي. ده بخلاف طبعا السورسز اللي ممكن تكون اومني دايركشنال. اومني دايركشنال يعني بتوزع الراديشن بتاعها في ديات كتيره حوالين الانتنه بتاعتك. السورسز بتاعت الضوء كده برضو في حاجات بتكون اومني دايركشنال، او حاجات تكون يعني متوزع الضوء بشكل متساوي في كل حته، وحاجات تانية بتكون دايركتيف، وحاجات تانية بتكون دايركتيف. ودي حاجة انت بتشوفها بنفسك حتى في المصادر بتاعة الضوء، ممكن تلاقي بعض انواع واشكال مصادر الضوء من اللمبات اللي احنا عارفينها تكون بتوزع الضوء كويس في كل حتة، وفي انواع تانية من اللمبات لا، ممكن تكون بتعمل عملية اليومينيشن لحتة معينة، يعني تكون مصادر ضوء دايركتيف شوية، بتعمل عملية اليومينيشن لحتة معينة. اكيد وانت عارف كويس جدا من خلال دراستك في الانتنة برضو، تزويد الدايركتيفيتي مش سهل. عشان تخلي الانتنة تبقى دايركتيف قوي دي حاجة مش سهلة. ففي الغالب الانتنة ما بيبقاش الراديشن بتاعها دايركتيف، واللايت سورس كده برضو. عشان تعمل لايت سورس يكون دايركتيف خالص خالص خالص، يعني كلمة دايركتيف يعني مركز الضوء اللي طالع منه كله في وان دايركشن. يعني ايه وان دايركشن؟ يعني دي حاجة ممكن تعبر عنها برسمة بسيطة. يعني لو قلنا مثلا السيرفس اللي بيطلع منه الضوء، افترضنا مثلا مصدر الضوء عبارة عن حاجة ليها سيرفس كده، سطح، بالسطح ده هو اللي بيشع ضوء، هو اللي بيطلع الضوء. قول مثلا الضوء اللي احنا عايزينه يطلع منه عايزين يكون مركز في دايركشن معين، والدايركشن ده عباره عن دايركشن هو في الاتجاه الاخضر ده، فعايزين كل الضوء يمركز في الدايركشن ده. اكيد عشان نعمل ديزاين لمصدر ضوء بالطريقه دي حاجه مش سهله. ومعنى انك تعمل ديزاين لمصدر ضوء بالطريقه دي انك انت يا اما تخلي الضوء نفسه وهو طالع منه ما بيطلعش الا في دايركشن واحد، يعني هو المصدر نفسه في الراديشن مش بيراديت الا في حته واحده، الا في اتجاه واحد، يا الا هتخلي فيه حاجه معينه موجوده جنبه حواليه عامله زي اللينز، زي العدسات مثلا، بتركز الضوء في اتجاه واحد، تمام؟ والاثنين دول مسالتين مش بالبساطه دي، وخصوصا وانت بتتكلم في الاوبتيكال كوميونيكيشن. اللي في الاوبتيكال كوميونيكيشن لو عايز تركز الضوء في دايركشن واحد وبعدين تدخله جوه اوبتيكال فايبر ابعاده بالمايكروميتر، دي حاجه ما بتبقاش سهله وما بتبقاش بسيطه. يبقى اذا الدايركتيف سورس اللي هو السورس اللي بيطلع الويف في دايركشن واحد او بيركزها بشكل دايركتيف. لكن لو كان المصدر بتاعك مش دايركتيف يبقى ممكن تلاقي الراديشن بتاع الضوء واخد اريا كامله حوالين المصدر، يعني مش واخد بس دايركشن واحد بس، لا ده الراديشن بيطلع في اريا كبيره جدا حوالين المصدر، تمام؟ طبعا لما يطلع الراديشن في اريا كبيره حوالين المصدر دي حاجه ليها ابلكيشن، ولما يكون الراديشن او الضوء اللي طالع من السورس دايركتيف دي حاجه ليها ابلكيشن ثاني. يعني انا لما اجي مثلا استخدم على ابلكيشن انا بنور مكان، لما اجي انور مكان اكيد مش عاوز مصدر دايركتيف،
يعني ما ينفعش لما تيجي تنور اوضه ولا تنور مكان تستخدم لمبه بتنور حته محدده، اكيد دي حاجه مش كويسه. لما تيجي تنور قاعه او تنور مكان هتعوز لمبه او تعوز مصدر ضوء سورس يعني يكون بينور في كل حته. وانا بتكلم في اثناء الكلام على حاجه زي اللمبه، طب حد يقول ايه لازمه اللمبه او ايه صله اللمبه بالاوبتيكال كوميونيكيشن؟ ما اكيد الحاجه اللي اتحط في الترانسميتر وهتدخل ضوء جوه الاوبتيكال فايبر مش لمبه، اكيد طبعا. بس هي المبادئ دي عموما تنطبق على اي لايت سورس، فانا بذكر الامثله دي للايضاح. فالمبادئ بتاعت المونوكروماتيسيتي تمام، والدايركتيفيتي، والجزء اللي جاي بعد كده اللي هنتكلم عليه اللي هو الكوهيرنس، الحاجات دي بتنطبق على اي مصدر ضوء عموما. فممكن نذكر عليها امثله من الحياه اليوميه زي اللمبه العاديه وزي الامثله المستخدمه في الاوبتيكال كوميونيكيشن اللي هي هتيجي بعد قليل. فكون المصدر بيطلع ضوء في كل حته يعني مش دايركتيف، ده حاجه ليها ابلكيشن زي الاناره. الاناره دي ده ابلكيشن بتاع في حاجات تانية زي مثلا الاوبتيكال كوميونيكيشن ده اللي هو بدخل ضوء جوه اوبتيكال فايبر، لا دي حاجات عايزه حاجه طبعا تكون دايركتيف. فالمصادر اللي بيستعمل في الاوبتيكال كوميونيكيشن اكيد دايركتيف، بس دايركتيفيتي عن دايركتيفيتي تفرق، دايركتيفيتي عن دايركتيفيتي تفرق، وده كلام جبنا سيرته واحنا بنتكلم عن نومريك ابرتشر. قلنا لما يكون الاوبتيكال فايبر بتاعك النومريك ابرتشر بتاعته صغيره جدا هتعوز مصدر الدايركتيفيتي بتاعته عاليه جدا عشان يقدر يركز الضوء في زاويه ضيقه خالص ويدخله جوه الاوبتيكال فايبر. لو كان الاوبتيكال فايبر النومريك ابرتشر بتاعته واسعه مش هتبقى محتاج مصدر الدايركتيفيتي بتاعته عاليه قوي، وبالتالي تقدر تتعامل مع الفايبر اوبتيك بطريقه اسهل. وقلنا ده ليه استخدام وده ليه استخدام. الحاجه اللي تكون النومريك ابرتشر بتاعتها صغيره والضوء اللي داخل فيها دايركتيف خالص دي هتقدر تقلل لك تماما او تقريبا فعلا تلغي لك المودال ديسبيرجن، وبالتالي تقدر تستخدم الاوبتيكال فايبر اللي بالشكل ده عشان تبعت به داتا لمسافات طويله جدا وبداتا ريت عالي جدا. لكن الحاجات اللي بيكون النومريك ابرتشر بتاعها كبير او واسع ويكون المصدر بتاع الضوء اللي بتستعمله معاها مش دايركتيف، الحاجات دي مش هينفع تستخدم عشان تبعت داتا لمسافات طويله ولا هينفع تستخدم عشان تبعت داتا ريت عالي. فكل حاجه ليها الابلكيشن بتاعها. يبقى دي تاني خاصيه اللي هي الدايركتيفيتي تمام، ومع الدايركتيفيتي المونوكروماتيسيتي. طيب الخاصيه اللي بعد كده اللي هي الكوهيرنس، الخاصيه اللي بعد كده من خصائص الاوبتيكال سورس اللي هي خاصيه الكوهيرنس. طب ايه خاصيه الكوهيرنس؟ خاصيه الكوهيرنس بتتعلق بقى بالضوء اللي طلع من المصدر بعد ما طلع، مش بس بيطلع بكام ويفلينس ومش بس بيطلع في انهي اتجاه، ده كمان بيطلع بانهي فيز، كمان بيطلع بانهي فيز. يبقى اذا الثلاث خصائص دول بيتكلموا على ثلاث حاجات في الضوء طالع من المصدر. الضوء طالع بانهي ويفلينس، هل بوفلينس واحد بس ولا ويفلينس كتيره؟ ده المونوكروماتيسيتي. ثاني حاجه الدايركتيفيتي، الضوء طالع في دايركشن واحد بس ولا في متوزع في دايركشنز كتيره، ومتركز جامد في دايركشن واحد ولا متركز بزاويه واسعه، على حسب تمام. فدي حاجه اللي هي الدايركتيفيتي. ثالث حاجه اللي هي الكوهيرنس بتتعلق بالفيز بتاع الضوء. الفيز بتاع الضوء طالع ازاي؟ يعني في الرسمه اللي احنا رسمناها بتاعت السطح اللي بيطلع ضوء ده احنا رسمناها من شويه، لو افترضنا ان المصدر دايركتيف، دايركتيف يعني بيطلع الضوء في اتجاه السهم الاخضر ده، يعني كل الاشعه بتاعت الضوء طالعه في اتجاه السهم الاخضر ده. المونوكروماتيسيتي بتتكلم على الويفز بتاعت الضوء اللي طالعه كلها ليها نفس الفيز ولا لا، يعني مثلا ادي ويف طلعت وبعد شويه مثلا ويف طلعت في نفس المكان برضه، في نفس الدايركشن، وهما الاثنين ليهم نفس الويف لينس او ليهم نفس الفريكوانسي. السؤال الثالث بقى اللي هو بتاع الكوهيرنس، هل طالعين بنفس الفيز ولا لا؟ ليه طيب طالعين بنفس الفيز ولا لا؟ لان حتى لو طلعوا في نفس الدايركشن لو كان الفيز بتاعهم راندوم يعني بيطلعوا بفيز عشوائي، لما يطلعوا مع بعضهم والمصدر طبعا مش بيطلع فوتون فوتون، ده بيطلع فوتونز كتيره مع بعض، فلما يطلعوا كلهم مع بعضهم مره واحده ممكن يتجمعوا مع بعضهم بشكل كونستراكتيف فالامبليتيود يزيد، وممكن يتجمعوا بشكل ديستراكتيف فالامبليتيود يقل. لما يكونوا راندوم في حاجات ممكن تتجمع مع بعضيها وحاجات عكس بعضيها، فتلاقي الامبليتيود بتاع الضوء اللي طالع في الدايركشن الاخضر ده بشكل عام ما زادش قوي. لكن لو كان اللايت او الضوء كله طالع كوهيرنت يعني كله ليه نفس الفيز، طالع كله من المصدر ليه نفس الفيز، ساعتها هيبقى الضوء طالع في نفس الاتجاه وبنفس الفيز، فكله هيتجمع مع بعضيه كونستراكتيف انترفيرنس، وبالتالي هيبقى الناتج بتاعه عباره عن ضوء الامبليتيود بتاعه زياده، الامبليتيود بتاعه هيزيد تمام. يبقى دي الحاجه الثانيه بقى اللي هي الضوء اللي طالع من المصدر نفسه، هل هيكون طالع كوهيرنت يعني كله ليه نفس الفيز ولا مش هيكون كوهيرنت، هيكون الفيز بتاعه راندوم. لو كان كوهيرنت يعني كله ليه نفس الفيز ساعتها هيبقى الضوء ده بيتجمع على بعضيه، لو ما كانش كوهيرنت وكان الفيز بتاعه راندوم يبقى الضوء مش هيتجمع على بعضيه بالضروره، وبالتالي هيطلع الامبليتيود ما زادتش قوي بتاعه الضوء. وده اللي بتوضحه الرسمه اللي قدامنا، بتوضح مقارنه بين الانكوهيرنت لايت وبين الكوهيرنت لايت. يعني على فرض ان السيجنال بتاعتك زي ما احنا شايفين ان دي عباره عن الفوتونات كلها اللي طلعت
وكلها طلعت في نفس الدايركشن. وطبعا الرسمه فيها مشكله ان هو حاطط ان A و B و C في الرسمه اللي على الشمال ما لهمش نفس الويف لينز، وده مش صح في الرسم. المفروض احنا بنتكلم على ضوء مثلا لنفس الويف لينز عشان نعرف نقارن، او ممكن يكون المصدر نفسه اللي بيطلع الضوء مش شرط يكون ليه نفس الويف لينز، عادي ممكن يكون في ويف لينسز مختلف. بس لو ويف لينسز مختلفه وطلعت السيجنال ان فيز وكانت علاقه الويف لينسز ببعضيها يعني علاقه تخلي الفيز مستمر باستمرار مع بعضيه، ممكن ساعتها ناخد لايت كوهيرنت، وان كان ده مش يعني مش ممكن، مش بيحصل عمليا يعني، او مش بيكون عمليا موجود بشكل كبير. فالرسمه اللي على الشمال بتوري لك ويفز، والويفز دي كلها الفيز بتاعها مختلف، فلما اتجمعت براندوم فيز طلعت المجموع تحت اللي هو A زائد B زائد C طلع سيجنال الامبليتود بتاعها ما زادش ولا حاجه. الناحيه اليمين لا، مولك سيجنال كلهم طالعين من نفس الويفز ونفس الفيز، فلما جمعوا على بعض كلهم الامبليتود بتاعهم زاد. فده وري لك الفرق بين الكوهيرنت لايت وبين الانكوهيرنت لايت. فالثلاث حاجات دول بيوروا لك خصائص المصدر بتاع الضوء، ثلاث حاجات اللي احنا قلناها بالبريح، خصائص المصدر بتاع الضوء اللي هي الخاصيه الاولانيه اللي هي بتاعه الباور ازاي بتوزع على الويف لينس الباور اللي طالعه من المصدر، والخاصيه الثانيه اللي هي بتاعه الدايركتيفيتي، والخاصيه الثالثه اللي هي بتاعه الكوهيرنس المونوكروماتيسيتي والدايركتيفيتي والكوهيرنس. طيب الحاجات دي بتتحدد من مصدر الضوء ازاي؟ يعني مصدر الضوء اشمعنى مصدر ضوء يطلع ضوء مثلا مونوكروماتيك ومصدر ثاني ما يطلعش مونوكروماتيك؟ اشمعنى مصدر ضوء يطلع ضوء دايركتيف وواحد تاني ما يطلعش ضوء دايركتيف؟ اشمعنى مصدر ضوء يطلع حاجه كوهيرنت وتاني ما يطلعش حاجه كوهيرنت؟ ايه اللي بيتحكم في الحكايه دي؟ اللي بيتحكم في الحكايه دي الطريقه اللي بينبعث بها الضوء من المصدر، الطريقه اللي بينبعث بها الضوء من المصدر. والضوء لما يجي يطلع من المصدر بيطلع بطريقتين مختلفتين، واحده من الاثنين يعني. بيطلع واحده من الاثنين، واحده من الطريقتين دول، في حاجه بنسميها السبونتينيوس ايميشن، السبونتينيوس ايميشن، وفي حاجه بنسميها الاستيميوليتد ايميشن، في حاجه بنسميها الاستيميوليتد ايميشن. يبقى في نوعين من انواع اشعاع الضوء، نوعين من انواع الايميشن، حاجه اسمها سبونتينيوس ايميشن وحاجه اسمها استيميوليتد ايميشن. الفرق بين الاثنين دول احنا مش هنخش في تفاصيل فيزيائيه، بس السبونتينيوس ايميشن عشوائي، يعني الماده نفسها اللي بتشيع الضوء. احنا كنا خدنا فكره في الفيزيكس زمان عن ازاي الضوء بيطلع من المواد، انك انت بتستثير الذرات بتاعه الماده، فاللي بيحصل ان الالكترونات مثلا او الذرات بتطلع لستيت من الانرجي اعلى، بعد كده بتنزل من الستيت بتاعه الانرجي بتاعتها اللي هي الستيت العاليه، تنزل لستيت الانرجي بتاعتها قليله، فالفرق في الطاقه بيطلع من الماده على انه الكترومغنيتيك راديشن، والراديشن ده بياخد شكل ضوء، ده اللي احنا درسناه من زمان يعني. فكونك بتستثير الذرات بتاعت الماده عشان تطلع لمستوى طاقه اعلى، او الالكترونات عشان تطلع لمستوى طاقه اعلى وبعد كده تنزل تاني، الحكايه دي ممكن تتعمل بحيث الاستثاره والنزول يكون بشكل عشوائي، فده اللي بينتج منه ضوء عشوائي في كل حاجه، في الويف لينس يعني مش مونوكروماتيك، الويف لينس مش زي بعضيها، وفي نفس الوقت عشوائي في الدايركشن الاميشن او الراديشن طالع في اتجاهات كتير، وفي نفس الوقت عشوائي في الفيز، يعني الفيز مش متساوي بتاع الضوء اللي طالع من المصدر. ده اللي هو بينتج من السبونتينيوس ايميشن. الاستيميوليتد ايميشن ده بيبقى حاجه اسمها الانبعاث المستحس. الانبعاث المستحس لا، احنا لما بنخلي الماده تستثار وتطلع الضوء، تستثار وتطلع الضوء باكسيتيشن معين مننا، والاكسيتيشن ده بيبقى بيريودك بشكل معين. فعشان الاكسيتيشن اللي بيخلي الماده تطلع الضوء بيبقى بيريودك بشكل معين، الحكايه دي بتخلي دايما الضوء طالع من الماده ليه نفس الويف لينس وليه نفس الفيز، وفي نفس الوقت برضه ليه نفس الدايركشن. وده الفرق بين اللي بيحصل في مصادر الضوء دي. وتلاحظ في الكلام بتاعي ان انا خليت الثلاث خصائص كلهم يا اما بيتحققوا في المصدر يا اما ما بيتحققوش، وده في الغالب اللي بيحصل. يعني الضوء اللي بيكون مونوكروماتيك بيكون الدايركتيفيتي بتاعته عاليه وبيكون كوهيرنت، والضوء اللي بيكون مش مونوكروماتيك يعني فيه ويف لينسز كتيره بيكون مش دايركتيف وبيكون مش كوهيرنت. طيب ليه الكلام ده بيحصل؟ لان الخصائص دي كلها بتطلع من السبونتينيوس ايميشن، يا اما بتطلع كلها من الاستيميوليتد ايميشن، ولو الايميشن مش استيميوليتد مش هتطلع الخصائص دي. يعني ازاي اخلي الضوء مونوكروماتيك وكوهيرنت ودايركتيف؟ اعمل استيميوليتد ايميشن. لو ما عملتش استيميوليتد ايميشن وكان الايميشن بتاعك سبونتينيوس، خلاص هيطلع الضوء مش ويف لينس واحد ومش كوهيرنت وفي نفس الوقت مش دايركتيف. خلصت. طبعا واضح قدامك ده بيطلع من انهي لايت سورس انهي لايت سورس، او ده بيطلع انهي ضوء ده انهي ضوء. يعني الناحيه الشمال السبونتينيوس ايميشن ده بيطلع الضوء العادي اللايت اللي احنا عارفينه اللي هو الضوء العادي، الاستيميوليتد ايميشن بيطلع الليزر، بيطلع اللي هو ضوء الليزر اللي هو بيكون تقريبا سنجل ويف لينس، بيكون دايركتيف وبيكون كوهيرنت لايت.
طيب يبقى اذا باختصار المصادر الضوء اللي ممكن نستعملها في الاوبتيكال فايبر كوميونيكيشن، يا اما مصدر ضوء بيطلع ضوء عادي، يا اما مصدر ضوء بيطلع ليزر. وعرفنا في المقارنه دي الفرق بين الضوء العادي والليزر. الليزر بيتحقق فيه الثلاث خصائص دول، انه مونوكروماتيك وكوهيرنت ودايركتيف. الضوء العادي لا، لا هو مونوكروماتيك ولا كوهيرنت ولا دايركتيف. ده الفرق بين الليزر والضوء العادي. والمصادر اللي بتستخدم في الاوبتيكال كوميونيكيشن بتبقى حاجه من الاثنين دول، يا اما ضوء عادي يا اما ليزر. طيب الضوء العادي بنجيبه منين والليزر بنجيبه منين؟ وما اقصدش بنجيبه منين عموما، اقصد بنجيبه منين في الاوبتيكال كوميونيكيشن. يعني في الاوبتيكال كوميونيكيشن الحاجه اللي بنستخدمها عشان تديني ضوء عادي هي مين؟ في الاوبتيكال كوميونيكيشن الحاجه اللي بستخدمها عشان تديني ليزر هي مين؟ طبعا عشان خاطر الاوبتيكال كوميونيكيشن ده بيتعمل في الكترونيك سيركت، يعني دايره الترانسميتر دي بتبقى الكترونيك سيركت، فراكب في اخرها الاوبتيكال فايبر. فانا عايز الكترونيك ديفايس هو اللي يديني الضوء العادي او هو اللي يديني ضوء الليزر. فالالكترونيك ديفايس ده بيبقى عباره عن دايود، فاللي بيديني الضوء العادي في الاوبتيكال كوميونيكيشن بيبقى الليد اللي هو اللايت ايميتنج دايود، واللي بيديني الليزر في الاوبتيكال كوميونيكيشن اللي هو بيبقى الليزر دايود. والليزر دايود ده حاجه شبه الليد كده. الليد احنا عارفينه كويس خالص، عباره عن دايود عادي بندي له بايسنج زي ما احنا متعودين، بس بيدي له بايس فولتج اعلى شويه من السيليكون دايود العادي او الجرمانيوم دايود العادي اللي بنستخدمه. هذا بياخد بايسنج فولتج اعلى شويه وبيمت ضوء، يعني لما يمر فيه كرنت بيطلع ضوء على طول، والضوء اللي بيطلع منه بيبقى ريليتد للسيجنال بتاعت الكرنت اللي ماشيه فيه. الضوء اللي طلع منه بيبقى ريليتد للسيجنال الكرنت اللي ماشيه فيه. الليزر نفس القصه على فكره برضه، هو دايود بيتوصل في السيركت بس مصنوع من ماده مختلفه بطريقه مختلفه عن الطريقه بتاعت الدايود العادي اللي هو السيليكون العادي او السيليكون دايود العادي الجرمانيوم دايود العادي، معمول بطريقه مختلفه شويه، برضه بتحطه في السيركت وبتدي له بايسنج، ولما يمر في كرنت المره دي بيطلع لك ليزر مش بيطلع لك ضوء عادي. يبقى ليه انا محتاج الكترونيك ديفايس زي الديود جوه الترانسميتر سيركت عشان يديني الضوء؟ لان هي هتبقى الترانسميتر سيركت دي كلها دايره اصلا وفيها شويه الكتريكال كومبوننت، فمش هروح اجيب مصدر ضوء ضخم يديني ليزر، بس في مصادر ضوء ضخمه بتدي ليزر وبتدي ضوء عادي، بس المصادر دي مش هتنفع معايا. عايز حاجه تنفع في الابلكيشن بتاع انا بتعامل مع اوبتيكال فايبر، بتعامل في سيركت، فلازم تبقى حاجه عباره عن سيركت كومبوننت هو اللي بيديني الضوء او هو اللي بيديني الليزر. والكومبوننت ده يا اما بيكون اللايت ايميتنج دايود اللي هو الليد، يا اما بيكون الليزر دايود. هتلاقي عندك في البي دي اف بتاع التجربه هتلاقي في مقارنه بين الليد وبين الليزر دايود، والمقارنه بتوريك الاوتبوت باور طلع من كل واحد منهم. يقول لك مثلا الليد بيطلع باور قليله، وده بنشوفه بعيننا في المعمل، يعني لما نيجي في المعمل بوصل الليد في اي الكترونيك سيركت ونبص على الليد وهو بينور، لما نبص على الليد بينور النور بتاعه ضعيف لدرجه ان احنا احيانا بنحتار الليد نور ولا ما نورش، فالنور بتاعه ضعيف. خلاف الليزر، الليزر دايود لا، بتلاقي الضوء بتاعه قوي وطالع من الليزر دايود بضوء قوي وشديد. السبيكترم ويدز او السبيكترال ويدز زي ما احنا عارفين الفرق، الليد عشان بيطلع ضوء عادي فيبقى الاتساع بتاع السبيكترم بتاع الضوء طالع منه كبير، خلاف الليزر بيبقى ضيق. النمريك ابرتشر بتاعت الفايبر اللي هيستعمل مع الليد ولا استعمل مع الليزر، طبعا عشان خاطر الليد ده سورس مش دايركتيف قوي، يعني الدايركتيفيتي بتاعت الضوء اللي طالع منه قليله، فما ينفعش استخدم معاه فايبر اوبتيك النمريك ابرتشر بتاعته ضيقه، لازم استخدم نمريك ابرتشر واسعه. خلاف الليزر، الليزر بيطلع ضوء دايركتيف خالص، يعني ضوء موجه في اتجاه واحد تقريبا، وبالتالي ينفع استخدمه مع اوبتيكال فايبر يكون النمريك ابرتشر بتاعته صغيره. كذلك في حاجه يمكن ما اتقالتش بقى اللي هي حكايه السبيد، السرعه، سرعه الليد وسرعه الليزر دايود. الليد اسرع، الليزر دايود اسرع من الليد. اسرع من الليد في ايه؟ اسرع من الليد في الريسبونس، وكلمه الريسبونس هتبان اكتر لما نيجي نتكلم على الريسيفر اللي هو الاوبتيكال ديتكتور، بس ممكن ناخد عنها لمحه دلوقتي. نقصد ايه بكلمه الريسبونس او كلمه السبيد؟ نقصد الزمن اللي بيمر ما بين انك انت تدي الاكسايتيشن للديفايس وبين السيجنال بتاعت الضوء توصل للقيمه بتاعتها. يعني انت مش مجرد ما بتدي الاكسايتيشن للديفايس السيجنال بتاعت الضوء توصل للقيمه بتاعتها، بفي ديلي شويه، بفي عمليه ديلي شويه. الكوست اكيد طبعا الليد التكلفه بتاعته بسيطه، وانت شيء انت جربته بنفسك لما بتروح تشتري الكومبوننت بتاعتك من اي شركه بتبيع الكترونيك كومبوننت بتلاقي الليد رخيص، لكن لو سالت على الليزر دايود هتلاقيه اكيد اغلى من الليد. تمام. الايز اوف اوبريشن، الليد تشغيله سهل لكن الليزر دايود اكيد تشغيله صعب، محتاج انك انت تاخد في بالك شويه اعتبارات معينه عشان تعرف تشغل الليزر دايود كويس. من اهم الحاجات اللي تبقى لازم تتاخد في الاعتبار واحنا بنتكلم في الكار في اللايت سورس، اللي هي العلاقه ما بين الضوء اللي طالع من السورس وما بين الاكسايتيشن كارنت.
التيار بتاعك، العلاقه بين الضوء طالع من السورس وبين التيار بتاعك. ده اللي احنا عايزين نتكلم عليها دلوقتي، ودي حاجه من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي انت تعرفها وانت بتتعامل مع الاوبتيكال كوميونيكيشن، اللي هي العلاقه دي. العلاقه دي سواء في الليد او في الليزر دايود، اللي هي العلاقه دي، العلاقه اللي بيكون فيها عذر افقي، بيكون فيها الكرنت، الكرنت اي على افقي. مين الكرنت اي؟ الكرنت بتاع الديفايس، التيار بتاع الدايود، ممكن نسميه اي دي. اي دي يعني تيار الدايود، خلاص زي ما احنا عايزين يعني ننتفع على اي اصطلاح. فده التيار بتاع الديفايس، وعلى الراسي الباور بتاعت الضوء اللي هي الباور اوتبوت، الاوتبوت باور بتاعت الضوء طالع من الدايود. المفروض علشان الاوبريشن بتاعنا يبقى صح لازم تكون العلاقه بين الاوتبوت باور اللي طالعه من السورس وبين الكرنت اللي انت اديته له، سواء الليد او الليزر دايود، لازم تكون علاقه لينير. ليه لينير؟ عشان نحافظ على شكل السيجنال ببساطه. وخلي بالك انا راسم العلاقه دي مع الكرنت مش مع الفولتج. ليه؟ لان الضوء اللي بيطلع من الليد او بيطلع من الليزر دايود فيزيكالي ريليتد للكرنت مش للفولتج. الضوء اللي طالع من الليد بالميكانيزم اللي بيطلع بيها من الليد، والضوء اللي طالع من الليزر دايود بالميكانيزم اللي بيطلع بيها من الليزر دايود، فالراديشن بتاعه بيبقى ريليتد للكرنت، ريليتد للكرنت دايركتلي مش للفولت. وطبعا الفولت اللي على الديفايس ما هو اكيد مرتبط بالكرنت، وانا ممكن ارسم العلاقه دي مع الفولت خلاص، بس ده يعني علاقه ثانويه. العلاقه الاصليه المباشره هي بين الباور اللي طالعه بتاعت الضوء مع التيار اللي انت غذيت بيه الديفايس، او التيار اللي ماشي جوه الديفايس في الدايره في السيركت بتاعتك. فالمفروض العلاقه دي الصح انها تكون علاقه خطيه. ليه علاقه خطيه؟ علشان يكون شكل الضوء اللي طالع من الديفايس، تغير شده الضوء اللي طالع من الديفايس يكون واخد نفس الشكل بتاع تغير التيار. لو العلاقه دي مش خطيه هيبقى الضوء اللي طالع من الديفايس بوظ الشكل بتاع السيجنال، ودي مشكله بالذات في الانالوج كوميونيكيشن. والاوبتيكال فايبر ممكن يستخدم في انالوج كوميونيكيشن وديجيتال كوميونيكيشن، وان كان المشهور قوي عند الناس انه بيستخدم في الديجيتال كوميونيكيشن، بس هو ممكن يستخدم كمان في الانالوج كوميونيكيشن زي ما احنا هنعمل في تجربه المعمل. فممكن يستخدم في الانالوج كوميونيكيشن، وفي الانالوج كوميونيكيشن انت عارف كويس جدا ان احنا اكتر حاجه تهمنا ان احنا نحافظ على شكل السيجنال. غير الديجيتال كوميونيكيشن كل اللي يهمنا فيه قيمه السيمبل، لكن في الانالوج كوميونيكيشن يهمنا قوي نحافظ على الشكل بتاع السيجنال. فلازم يكون العلاقه دي لينير عشان نعرف نحافظ على شكل السيجنال. طيب فاللينير بتكون العلاقه دي ازاي؟ يعني تبقى العلاقه ببساطه خط مستقيم، وده اللي بيحصل فعلا. في الليد بتكون العلاقه كده فعلا، تبقى عباره عن خط مستقيم. خط مستقيم يعني كل ما نزود التيار كل ما بيزيد الباور بتاع الضوء اللي طالع من الليد. كل ما بنزود التيار كل ما بيزيد الباور بتاع الضوء اللي طالع من الليد، لحد فين؟ لغايه مرحله معينه وبيبدا الليد يدخل ساتوريشن. يبقى العلاقه دي بتاعت مين؟ العلاقه دي بتاعت الليد اللي هو اللايت ايميتنج دايود. كل ما بنزود الكرنت كل ما يزيد الباور بتاعت الضوء اللي طالع من الليد، لغايه فين؟ لحد ما في لحظه معينه الليد هيدخل ساتوريشن. ساتوريشن يعني هيديلك خلاص اقصى شده اضاءه، مهما زودت له كرنت مش هيديلك شده اضاءه اكتر من كده تاني. طب لو قعدت زودت له كرنت هيتحرق ببساطه، لكن مش هيديلك شده اضاءه اكتر من كده تاني. طيب الليزر دايود، الليزر دايود شبهه برضه يعني برضه نفس القصه برضه، والعلاقه بينهم لينير. بس الليزر دايود يفرق عن الليد في حاجه. اول حاجه الباور قلنا اللي طالع من الليزر دايود عاليه جدا، اعلى من الليد. يعني لو رسمت الاثنين على كيرف واحد المفروض تلاقي الباور بتاع الضوء اللي طالع من الليزر دايود اعلى. ده غير ان الليزر دايود ليه ثريشولد. يعني ليه ثريشولد؟ يعني في البدايه لما بتدي له كرنت بيطلع الباور بتاع الضوء طالع منه قليله لغايه ثريشولد معين، بعد ما بتعديه، بعد ما الكرنت بيعديه تلاقي الباور بتاع الضوء زادت قوي بتاعت الليزر دايود. فالليزر دايود بيبقى في البدايه الخط الميل بتاعه ضعيف، يعني كل ما تزود الكرنت يبقى الباور ضعيف لغايه ثريشولد معين، بعد الثريشولد ده لا بتلاقي الباور بتعلى بسرعه كبيره جدا. ايه الباور بتاعت الضوء اللي طالع من الليزر دايود ازاي بتتغير مع الكرنت. يبقى لما نيجي نتكلم عن الليد بالذات، الليد لان هو اللي موجود عندنا في المعمل، هتلاقي ان احنا لما نيجي نشغل الليد لازم نبقى عارفين الكيرف الاسود اللي هو علاقه الباور بالتيار، لازم نطمن ان هو لينير. لو هو مش لينير هتبقى مشكله، لان ساعتها معنى كده ان السيجنال بتاعتك شكلها هيبوظ، اللي انت اديتها للليد شكلها هيبوظ. الكرنت اللي انت اديته للليد مش هو اللي هيبقى موديوليتد في الاوتبوت باور بتاعت الضوء بره، ودي مشكله. فدي حاجه لازم نراعيها، لازم تكون العلاقه دي خلطيه، لازم تكون العلاقه دي لينير في الليد. في نفس الوقت الحاجة تانية لازم نراعيها، لما اجي اشغل الليد لازم اشغل الليد في المنطقه اللينير، يعني ابعد عن الساتوريشن. يعني الليد واضح ان هو من نقطه محدده بدا يدخل ساتوريشن من حته محدده، هل معقول اشغل الليد في منطقه الساتوريشن؟ لا، عشان في منطقه الساتوريشن هبقى ضيعت الفاريشن بتاع السيجنال، هتبقى انت السيجنال بتاعتك الكرنت بيتغير والضوء الشده بتاعته ثابته، وبالتالي ما حصلش موديوليشن، والانفورميشن اللي كان شايلها الكرنت ما طلعتش في الضوء اللي طلع
من الليد، ما ظهرتش في الضوء، طلع من الليد. تمام. كذلك في حاجه مهمه هنا، ان الليد لما نيجي ندخل عليه السيجنال بتاعتنا، السيجنال طبيعي لما نيجي ندخلها مش بتبقى كتير من الاحيان، يعني ما بتبقاش جايه من كارنت سورس، تبقى جايه من فولتج سورس. واقصد بكلمه جايه من كارنت سورس يعني ما تبقاش جايه من حاجه بتطلع فولت ثابت وبتطلع كارنت متغير، لا، هي بتطلع بتبقى جايه من حاجه عباره عن فولتج سيجنال متغيره يعني. فلما اجي اتعامل معاها انا في الطبيعي في الليد بديله البايسنج بتاعه عباره عن فولتج سورس وبشوف الكرنت اللي فيه يتحسب ازاي، ولان الليد عباره عن ديود فالعلاقه بين الكرنت والفولتج في الليد هتبقى زي علاقه الكرنت والفولتج في الديود العادي، اللي هي العلاقه الاكسبوننشال المشهوره بتاعه الديود. فالطبيعي ان الانفورميشن سيجنال لو انا سميت مثلا انفورميشن سيجنال سميتها مثلا اكس اوف تي، انفورميشن سيجنال بتاعتي لو انا سميتها مثلا اكس اوف تي او اكس ام اوف تي اللي هي المسج بتاعتي، المسج بتاعتي تبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الفولت، الفولت اللي هيتحط على الليد اللي هو اللايت ايميتنج دايود، الفولت اللي هيتحط عليه هو ده اكس اوف تي، هو اللي هيمثل السيجنال بتاعت الانفورميشن بتاعت المسج، هتبقى اكس اوف تي اللي داخل على الليد. طبعا داخل على الليد المفروض تكون داخله في الاتجاه بتاع الفورورد بايس، وده الصحيح انها تكون داخله في الاتجاه بتاع الفورورد بايس. طيب ايه العلاقه بين التيار والفولت؟ العلاقه المشهوره ان التيار اللي هيبقى ماشي في الليد هتبقى قيمته بتساوي الريفرس ليكج كارنت اللي هو الاي نوت مضروبه فيه اي اس سالب الاكس ام اوف تي اللي هو الفولتج مقسومه على حاجه اسمها ان، في حاجه اسمها الفي تي اللي هي الثيرمال فولتج ناقص واحد. فالعلاقه دي اكسبوننشال. طيب المفروض انت ايه الهدف بتاعك في الاوبتيكال كوميونيكيشن؟ عايزين الضوء اللي طالع بره الليد يكون واخد نفس الشكل بتاع المسج، نفس شكل الانفورميشن اللي انت عايز تبعتها. ولكن المشكله ان الانفورميشن بتتحط في العلاقه دي، والعلاقه دي اكسبوننشال، فالتيار هيبقى مش واخد نفس الشكل بتاع الانفورميشن. صحيح الضوء هيبقى الباور بتاعته واخده نفس الشكل بتاع التيار، بس التيار مش واخد شكل المعلومه، لان علاقه التيار بالمعلومه علاقه اكسبوننشال. فدي مشكله بتحصل في الليد في الترانسميتر، ان احنا الليد بنديله المسج بتاعتنا على انها فولتج على الطرفين بتوع الليد، فلازم يكون الفولتج ده طبعا كله اكبر من البايس بتاع الليد. ليه اكبر من البايس بتاع الليد؟ علشان لو في جزء منه من الفولت اللي احنا مدخلينه قبل البايس بتاع الليد، الجزء ده مش هيبقى موديوليتد خالص، الجزء ده هيبقى اشتغل في الكاتوف، في الكاتوف، فالليد ساعتها مش هينور اصلا. فلازم يكون الفولتج ده مرفوع لفوق، يعني محطوط على افريج، مرفوع لفوق محطوط على افريج، لازم يكون الافريج ده يبقى ضامن ان البايس بتاع الليد سليم، يعني الفولت ده يوم ما ينقص ما ينقصش عن البايس بتاع الليد، عشان يفضل الليد منور ويفضل بيعدي فيه تيار اصلا، يفضل الليد بيعدي فيه تيار اصلا. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نحلها بقى، اللي هي مشكله ان السيجنال بتاعتنا اللي هي المعلومه دخلت على انها فولت، فالفولت علاقته بالكرنت اكسبوننشال، وبالتالي التيار مش واخد شكل الرساله، مش واخد شكل المعلومه اللي عايز تبعتها. صحيح الباور بتاع الضوء واخد شكل التيار، بس التيار مش واخد الشكل بتاع المسج اللي انت عايز تبعته. طيب ايه حل المشكله دي؟ حل المشكله دي ان احنا مش هينفع نمشي بالسكيم بتاع ان انت تجيب المسج بتاعتك اللي هي اكس ام اوف تي وتدخلها كده مباشره على الليد، مش هينفع. مش هينفع نمشي بطريقه انك تاخد المسج زي ما هي تروح مدخلها مباشره كده على الليد كانها فولتج بين الطرفين، مش هينفع. ليه؟ لان الحكايه دي هتخلي زي ما اتفقنا التيار اللي ماشي في الليد اللي هو الاي ده اللي هو الاي دي اوف تي تبقى العلاقه بتاعته اكسبوننشال مع المسج، فالشكل بتاع المسج هيتغير. طب ايه الحل؟ الحل ان احنا هنحط حاجه ما بين الليد وما بين المسج، هنحط حاجه بين الليد وبين المسج، الحاجه دي هتاخد المسج وتطلع الفولت اللي هيدخل على الليد اللي احنا هنسميه ال في دي اوف تي. هتطلع الفولت يدخل على الليد اللي احنا هنسميه في دي اوف تي. العلاقه بين التيار اللي ماشي في الليد والفولت اللي هيدخل على الليد هي العلاقه الاكسبوننشال المعروفه. والحاجه اللي احنا هنحطها في النص دي هتلغي التاثير بتاع العلاقه الاكسبوننشال، يعني هتعكس تاثير العلاقه الاكسبوننشال، بحيث في النهايه في الاخر خالص العلاقه بين التيار والمسج تبقى علاقه خطيه. علاقة التيار بالمسج تبقى علاقة خطية، ويبقى التيار واخد نفس شكل المسج. نعمل الكلام ده ازاي؟ والله معروف ان الليد بيخلي علاقة الفولت بالكرنت اكسبوننشال، يبقى الحاجة اللي لازم تتحط في النص دي علاقة المفروض تبقى حاجة تعكس العلاقة الاكسبوننشال. مين بيعكس العلاقة الاكسبوننشال؟ اللي احنا اخدناها قبل كده في سنة ثالثة اللي هو اسمه اللوجاريثميك امبليفاير، اللي هو اسمه ايه؟ لوجاريثميك امبليفاير. وده اللي هيتحط في النص. هنحط في النص لوجاريثميك امبليفاير. ماله لوجاريثميك امبليفاير؟ لوجاريثميك امبليفاير هيخلي علاقة الجهد ده بالمسج دي علاقة لوغاريتمية، والديود بيخلي علاقة التيار ده
بالفولت ده علاقة أسية، والعلاقة الأسية تلغي العلاقة اللوغاريتمية، ففي النهاية يبقى علاقة التيار ده بالمسج دي علاقة خطية، وده دور اللوغاريتميك امبليفاير. مش كده وبس، ده احنا لما نيجي نستعمل اللوغاريتميك امبليفاير ده، وانت خدت دايرته قبل كده في سنة تالتة، اللوغاريتميك امبليفاير ده بيتكون من اوبريشنال امبليفاير وبنحطه في الفيدباك بتاعه دايود. ببساطة كده اوبريشنال امبليفاير بنحطه في الفيدباك بتاعه دايود. هنعمل كده فعلا، هنستخدم اوبريشنال امبليفاير ونحطه في الفيدباك بتاعه دايود. كمان مش هنحط اي دايود، هنحط الليد نفسه. مش هنحط اي دايود، هنحط الليد نفسه في الفيدباك بتاع الاوبريشنال امبليفاير. ليه؟ عشان العلاقه اللوغاريتميه بتاعه اللوغاريتميك امبليفاير تبقى بالظبط مظبوطه على الخصائص بتاعه الليد نفسه، عشان فعلا العلاقه دي تلغي العلاقه الاكسبوننشال بتاعه الليد، وبالتالي يبقى في النهايه علاقه التيار بالمسج علاقه خطيه. تمام، وده اللي احنا لازم نحطه في دايره الترانسميتر عشان نضمن ان الترانسميتر هيشتغل كويس. يبقى دي الحاجات اللي انا كنت محتاج ان انا اقولها لك قبل ما ناخد دايره الترانسميتر المستعمله في المعمل. عرفنا الخصائص بتاعت اي ترانسميتر، وعرفنا المقارنه بين الليد والليزر دايود، وهنبدا دلوقتي نتكلم على دايره الاوبتيكال ترانسميتر اللي موجوده معانا في التجربه بتاعت المعمل. طيب دايره الاوبتيكال ترانسميتر اللي في تجربه المعمل ادي الشكل بتاعها اهو. يعني ناخد فكره عن الكومبوننت اللي فيها ونشوف هي يعني كل حاجه وظيفتها ايه بالظبط. الدايره زي ما احنا شايفين في الجزء اللي من تحت ده عباره عن الباور سبلاي بتاع الدايره، هي بتاخد منك بالظبط دي سي فولتج موجب 12 سالب 12 وصفر، وده بيبقى دي سي باور سبلاي جاي مع الكت نفسها، يعني بيبقى جاي مع الكت نفسها بناخد منهم الباور سبلاي بتاعتنا. الانبوت سيجنال بتدخل من هنا خلاص، والانبوت سيجنال دي ممكن تكون انالوج ممكن تكون ديجيتال، وانا قلت لك في التجربه احنا ممكن نعمل ديجيتال ترانسميشن ممكن نعمل ايه انالوج ترانسميشن، فممكن تكون ديجيتال ممكن تكون انالوج. عشان كده جه في الحته دي راح قال السيجنال انبوت ممكن تكون تي تي ال او انالوج. تي تي ال يقصد ديجيتال، يعني تي تي ال ديجيتال ممكن تكون انالوج. الانالوج والديجيتال ليهم كابلنج مختلف جوه الدايره، واحده بتتحط لها دايركت كابلنج بتخش على طول، والثانيه بتحط لها الترنيت كابلنج. مين اللي تعمل له الترنيت كابلنج؟ مين اللي تعمل له دايركت كابلنج؟ معروف الترنيت كابلنج بيلغي الدي سي اللي موجود في السيجنال، بيلغي الدي سي اللي في السيجنال. اما الدايركت كابلنج بياخد السيجنال زي ما هي بالظبط من غير ما يلغي الدي سي. والمناسبه الموضوع ده بنتحكم بيه في السويتش اللي من هنا ده اللي هو مكتوب عليه اي سي دي سي، هو اللي مختار من نوع الكابلنج. طبعا الدايركت كابلنج هيتاخد مع الديجيتال سيجنال، والالترنيت كابلنج هيتاخد مع الانالوج سيجنال. طيب ليه الالترنيت كابلنج بيتاخد مع الانالوج سيجنال؟ لان احنا الانالوج سيجنال اللي داخله المعلومه بتبقى موجوده في الشكل بتاع الموجه، والموجه كلها ممكن تكون مرفوعه على دي سي بالنسبه للدايره، والدي سي اللي هي مرفوعه عليه ممكن يبوظ لي البايس، ممكن يبوظ لي البايس بتاع الليد. احنا متفقين ان الليد عشان يشتغل لازم يكون واخد منك بايسنج فولتج، فلو انت السيجنال اللي انت مدخلها له هي نفسها فيها دي سي ممكن الدي سي اللي فيها يبوظ البايس بتاع الليد، فلازم اعمل الترنيت كابلنج في الاول عشان اشيل البايس بتاع الليد خالص، البايس بتاع الانبوت سيجنال خالص، اشيل الدي سي بتاع الانبوت سيجنال خالص، واكتفي بالدي سي اللي انا عامله من الدايره نفسها اللي هو بيدي البايس للليد. والكلام ده هو اللي كنا بنستعمله بالظبط في الامبليفايرز بتاعت الترانزستور البي جي تي اللي كنا بناخدها في سنه ثانيه، زي مثلا دايره الكومن اميتر امبليفاير كنا بنعمل دايما كابلنج للسيجنال اللي عند البيز بمكثف، وكنا بنسميه المكثف بتاع البيز، وكان لازمه مكثف البيز ان هو يدخل السيجنال على البيز بتاعت الترانزستور من غير دي سي، لان البيز بتاعت الترانزستور بتاخد الدي سي بتاعها من الفولتج ديفايدر بايز مثلا عشان انت ما تلخبطش البايز بتاع السيركت. طب الديجيتال سيجنال بتعمل لها ليه دايركت كابلنج؟ لسببين. الديجيتال سيجنال على فكره لما نيجي ندخلها، ده السبب الاولاني، لما نيجي ندخلها على الليد مش بندي الليد بايس خالص، بنخلي البايس بتاع الليد صفر. ليه طيب؟ لان الديجيتال سيجنال دي انت هتبعت يا صفر يا واحد، فلو السيجنال موجوده هي هتشغل الليد وتخليه ينور، وده المطلوب في التعبير عن الواحد. لو السيجنال مش موجوده هيبقى الليد ما فيهوش كرنت اصلا، مش منور ومش واخد بايس حتى خالص، فمش مطلع حاجه، وده اللي يعبر عن الصفر. خلاف الانالوج، الانالوج عايز يكون الليد واخد البايس تماما بحيث لما تيجي تدخل عليه الانفورميشن بتاعتك لو زادت قيمه الفولت بتاع الانبوت سيجنال تزيد شده الضوء، ولو نقصت قيمه الفولت بتاع الانبوت سيجنال تنقص شده الضوء ويفضل الليد منور على طول. فدي حاجه محتاجه بايس مناسب غير الديجيتال، الديجيتال ينور ويطفي، لكن الانالوج لا، الانالوج ده بيغير شده الاضاءه على حسب الانبوت فولتج بتاع السيجنال بتاعتك. تاني سبب يخليك ما تعملش الترنيت كابلنج للديجيتال سيجنال ان لو عملت الترنيت كابلنج للديجيتال سيجنال هتبوظ شكلها. الديجيتال سيجنال معروف انها تكون بلصات، والبلصات بيبقى فيها دي سي،
فلو انت شلت الدي سي منها هتبوظ شكل البلسز، يعني المكثف يقعد يشحن ويفصل، وطبعا هيطلع الشكل المعروف بتاع منحنى الشحن والتفريغ بتاع المكثف اللي هو هيبوظ الشكل بتاع السكوير بلس اللي احنا عارفينه. طيب المهم الانبوت سيجنال دي بعد ما دخلت على فولتج ديفايدر. فولتج ديفايدر اللي هو مقاومتين R1 وR2، ايه لازمته؟ بيقلل الليفل بتاع الانبوت سيجنال عشان ما يحرقش السيركت بتاعتك، وعشان ما يحرقش الاوبريشنال امبليفاير، ما يعملش اي مشكله في السيركت خالص. فده لازمته. يبقى بعد ما خلصنا كل دول، في الاخر الانبوت سيجنال دخلت بالكابلنج المناسب وبالليفل المناسب على البوزيتيف نود بتاعت الاوبريشنال امبليفاير ده. وهو ده الاوبريشنال امبليفاير اللي هيقوم بالدور بتاع اللوغاريتميك امبليفاير. معنى كده ان هو ده الاوبريشنال امبليفاير اللي محطوط في الفيدباك بتاعه، في النيجاتيف فيدباك بتاعه محطوط فيه الليد. طب تعالى نتاكد من الكلام ده في الدايره، هل محطوط الليد في النيجاتيف فيدباك بتاعه؟ تعالى نبص على النيجاتيف انبوت بتاعته. ادي النيجاتيف انبوت بتاعته موجود في الفيدباك بتاعها مقاومه اسمها R4. بعد المقاومه R4 بنمشي كده، فعلا واضح ان الليد موجود في الفيدباك، ومش الليد وحده، ده الليد وكمان معاه ترانزستور. النقطه دي مش كونكشن، واضح ان موجود الليد فعلا ومعاه ترانزستور، وانا بقول النقطه اللي انا معلم عليها دي مش كونكشن، تمام؟ يبقى اذا في الفيدباك باص، لو انت واخده مثلا الفيدباك باص ابتداء من اوتبوت اوبريشنال امبليفاير، بيبقى في عندي ترانزستور، وبعد كده عندي الليد، وبعد الليد عندي في مقاومه اسمها R4، بعد كده راجعين على النيجاتيف نوت بتاعت الاوبريشنال امبليفاير. يبقى فعلا الاوبريشنال امبليفاير ده في الفيدباك باص بتاعه احنا حطينا الليد اللي بينور، الليد اللي بينور اللي هو اللي هيحول لك الفولتج سيجنال لكرنت، وبعد كده في الليد نفسه يتحول الكرنت لضوء اللي هو الضوء اللي احنا نبعته في الاوبتيكال فايبر. الليد ده احنا حاطينه في الكيت، واحنا حاطينه في الكيت مطرح ما هو محطوط بالظبط، محطوط فيه الكونكتور ده، والكونكتور ده اللي هو الاوبتيكال كونكتور اللي هو بيربط السطح المشع بتاع الليد، السطح اللي بيطلع الضوء بيربطه بالاوبتيكال فايبر. ودي حاجه ما بتتعملش بالايدين، يعني الاوبتيكال فايبر نفسه بيتحط في اخره تيرمينال معينه اسمها كونكتور، والسورس نفسه بيتحط في اخره تيرمينال معينه اسمها كونكتور، عشان تعمل لهم بلاج مع بعضهم، بلاجين مع بعضهم، عشان خاطر يبقوا ماتشد مع بعض، وعشان الضوء كله طالع من الليد يخش كله في الاوبتيكال فايبر. الليد مش موجود لوحده، موجود ليد تاني فوق، والليد التاني اللي فوق مش حاطين جنبيه كونكتور يتصل بفايبر اوبتيك، هم حاطين جنبيه ايه؟ حاطين جنبيه فتحه ازاز، يعني تورينا بس هو منور ولا لا. فده مجرد ديتكتور، ديتكتور عشان يقول لك السيركت دي، الديكتور ده واصل مع الليد بتاعنا نفسه على التوالي في نفس البرانش. ليه في نفس البرانش؟ الليد اللي من فوق واصل بالاميتر بتاع الترانزستور، والليد اللي من تحت واصل بالكوليكتور، يعني تقريبا بيمروا فيهم نفس الكرنت. فكل وظيفته بس ان يقول لك الليد اللي من تحت ده منور ولا مش منور. ليه؟ لان في التجربه بتاعتنا الليد اللي من تحت اللي هو بيبعت الانفورميشن، الليد ده بيشتغل عند المنطقه بتاعت الانفرا، والمنطقه بتاعت الانفرا ما بنشوفش الضوء بتاعها، فمش هنعرف هو بيبعت سيجنال ولا ما بيبعتش. فاحنا حاطين فوقيه ليد، والليد ده شغال في المنطقه بتاعت الضوء الاحمر، عشان لما ينور نبقى عارفين ان الليد نفسه اللي هيبعت المعلومه هو كمان شغال، او هو كمان بيمر فيه تيار، تمام؟ طيب النيجاتيف نود بتاعت الاوبريشنال امبليفاير اللي هو بيؤدي وظيفه اللوجاريتميك امبليفاير مش واصله بالجراوند زي ما كنا متعودين في الانفرتنج امبليفاير. يعني الانفرتنج اوبريشنال امبليفاير كنا متعودين بنحطه مقاومه مع النيجاتيف نود اللي المقاومه R3، النقطه دي واصله بالجراوند، هنا مش واصله بالجراوند، هنا واصله بنيجاتيف فولتج. نيجاتيف فولتج جاي من بوتنشومتر، نيجاتيف فولتج هتروح من حاجه اسمها من الجراوند اللي هو الزيرو لغايه سالب 5 فولت. ايه لازمه النيجاتيف فولتج ده؟ ان هو اللي بيدي لك البايسنج بتاع السيركت، يعني هو اللي بيدي لك البايسنج بتاع الجهد بتاع الليد. الكلام ده يتضح ازاي؟ الكلام ده يتضح لما نيجي نحسب العلاقه ما بين الاوتبوت فولتج بتاع الاوبريشنال امبليفاير والانبوت فولتج بتاع الاوبريشنال امبليفاير، لو حسبنا العلاقه بينهم الاثنين. واحسن من كده نحسب العلاقه كمان بتاعت الكرنت على طول مباشره، لان كل اللي يعنيني الكرنت بتاع الليد. انا عايز الكرنت بتاع الليد يكون خطي، يعني يكون لينير. لينير مع مين؟ لينير مع السيجنال اللي جايه من عند البوزيتيف نوت. وده اللي نقدر نعمله دلوقتي، نقدر نحسب علاقه بينهم الاثنين ونشوف هتطلع لينير ولا مش لينير، يعني نشوف اللوجاريتميك امبليفاير ادى الوظيفه اللي احنا كنا عاوزينها دي ولا ما اداهاش. يبقى السيركت بتاعتي فيها اوبريشنال امبليفاير، دي البوزيتيف نود ودي النيجاتيف نود. البوزيتيف نود داخل من عندها السيجنال اللي احنا هنسميها المسج، اللي احنا هنسميها المسج اللي هي الاكس ام اوف تي، داخله بالكابلنج المناسب وداخله بالامبليتيود المناسب. الاوتبوت عدى على ترانزستور،
بعد كده الليد اللي هو هيطلع السيجنال، السيجنال بتاعه الضوء، والليد ده راجع بمقاومة اسمها ار مثلا على النيجاتيف نود، والنيجاتيف نود داخل من عندها جهد، الجهد ده انا هسميه في ريفرنس. لو اتفقنا هيتراوح من سالب 5 لحد 0. طب ايه المطلوب دلوقتي؟ المطلوب نتاكد ان اللي احنا كنا عاوزينه اللي هو ان تيار الليد يكون علاقته بالمسج سيجنال علاقه خطيه، يكون الكلام ده حصل فعلا في السيركت بتاعتنا، ده اللي احنا عايزين نتاكد منه. هل الكلام ده فعلا حصل في السيركت بتاعتنا ولا ما حصلش؟ طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ واضح قدامنا من المعادله ان التيار بتاع الليد، واضح قدامنا في المعادله ان التيار بتاع الليد بالشكل ده هيبقى هو التيار بتاع المسار بتاع الفيدباك. واضح قدامنا في المعادله كده ان تيار الليد هو التيار بتاع المسار بتاع الفيدباك بتاع الاوبريشن امبليفاير. طبعا لما نيجي نحل مسائل الاوبريشن امبليفاير كلها بنقول التيار اللي داخل جوه الاوبريشن امبليفاير بيساوي صفر عشان الانبوت امبيدنس بتاع الاوبريشن امبليفاير كبيره جدا، وبنفرض ان الاوبريشن امبليفاير شغال في اللينير ريجون، فبنفرض ان جهد البوزيتيف نود بيساوي جهد النيجاتيف نود. انا طبعا هحط المقاومه بتاعت مقاومه الانبوت اللي هي المقاومه دي اللي كانت واصله مع الفي ريفرنس دي هسميها ار، واسمي المقاومه دي ار اف، وابدا احل مسالتي عادي. احط كيرش في كارنت لو عند النيجاتيف نود بتاع الاوبريشن امبليفاير. لو حطيت كيرش في كارنت لو هتقول ايه؟ هتقول التيار بتاع الليد اللي هو باللون الاخضر ده اللي هو راجع كده، هو راجع كده، التيار باللون الاخضر بتاع الليد اللي هو راجع بالشكل ده لو احنا ماشيين مع المسار بتاع التيار، لو ماشي في المقاومه بتاعت الار الار اف اللي هي مقاومه الفيدباك، هقول التيار ده بيساوي التيار اللي هيبقى ماشي كده في المقاومه ار. طيب الكلام ده معناه ان اي دي اوف تي اللي هو التيار ده قيمته بتساوي الفولت بتاع النيجاتيف نود اللي هو لو كان الاوبريشنال امبليفاير شغال في اللينير ريجون هيبقى قيمته بيساوي الاكس ام بيساوي المسج سيجنال بالظبط، فيبقى الاكس ام اوف تي ناقص الفي ريفرنس مقسومه على ار. يبقى كده اصبح التيار بتاع الديود قيمته بتساوي 1 على ار في الاكس ام اوف تي ناقص الفي ريفرنس مقسومه على ار. وده معناه ان علاقه التيار بتاع الليد زي ما احنا شايفين بقت علاقه خطيه بالمسج سيجنال، واحنا ما احتاجناش ان احنا نستنتجها حتى بالطريقه اللي هي المفصله. الطريقه المفصله اللي هي ايه؟ اللي هي انك انت تحسب في الاول الجهد اللي على الطرفين بتوع الليد اللي هو الجهد بتاع الديود نفسه اللي احنا ممكن نسميه في دي اوف تي، انك تحسب الجهد بتاع الديود نفسه وعلاقته بالتيار، علاقته بالتيار ايه؟ اكسبوننشال، وبعدين تروح تجيب الجهد اللي هو على الليد نفسه وتجيب علاقته بالانبوت مسج، هتبقى علاقته بالانبوت مسج لوجاريثميك، وبعدين تحط العلاقتين على بعض وتلاقي اللوجاريثميك اتلغى مع الاكسبوننشال. احنا مش محتاجين ده، احنا من شكل الدايره ممكن مباشره نجيب علاقه بين التيار بتاع الليد مباشره بالمسج سيجنال، واضح انها علاقه خطيه تماما، علاقه بتساوي ثابت في المسج سيجنال ناقص الجهد الثابت ده اللي هو في ريفرنس على ار. الفي ريفرنس زي ما اتفقنا عباره عن جهد يتراوح من صفر لحد سالب 5 فولت، يعني بالنيجاتيف، يعني من سالب 5 لصفر، فهو جهد بالسالب، جهد بالسالب والاشاره دي سالب، طبعا سالب في سالب بموجب، فمعنى كده ان التيار هيكون مرفوع لفوق لفوق على حسب قيمه الفي ريفرنس على ار، فكل ما نزود النيجاتيفيتي بتاعت الفي ريفرنس يبقى احنا بنزود الايه؟ البايسنج، يعني بنرفع التيار لفوق. فالمفروض ان احنا نرفع التيار لفوق لحد امتى؟ انا في البدايه ممكن ما ادخلش انبوت سيجنال خالص على الدايره، وبعدين ابدا اظبط في البايسنج، فابدا اظبط في البايسنج وارفع التيار اللي فوق من خلال القيمه دي لحد ما الليد ما ينور، لغايه ما الليد ما ينور، بحيث الانبوت سيجنال لما تيجي تقدر تغير شده الاضاءه من غير ما تطفي الليد، تغير شده الاضاءه من غير ما تطفي الليد، لان لو الليد اتطفى والسيجنال اللي جايه بتتغير ده معناه ان في جزء من السيجنال كان موجود في المنطقه اللي الليد كان فيها مطفي، وده بالتالي هيضيع عليك جزء من الانفورميشن. طيب يبقى كده عرفنا ازاي اللوجاريتميك امبليفاير قدر يعالج لك المشكله بتاعه النون لينيرتي بتاعه الكرنت مع الفولت بتاع الليد. طيب تمام، باقي الحاجات الموجوده في السيركت دي بتعمل ايه؟ اول حاجه ما اتكلمناش على وظيفه الترانزستور، او ما اتكلمناش على الترانزستور بيعمل ايه. الترانزستور كل وظيفته هنا في السيركت، الترانزستور المحطوط ده، ان هو يكبر الكرنت اللي ماشي في الليد،
يكبر الكرنت اللي ماشي في الليد. يعني لو كان الليد محطوط لوحده في السيركت هيبقى الاستنتاج بتاعنا سليم زي ما احنا كاتبين وراه، مش اي مشكله. لكن هتبقى المشكله ان الكرنت اللي ماشي في الليد كان هيبقى عباره عن الكرنت اللي طالع من الاوبريشنال امبليفاير على طول، لو كان الترانزستور ده مش شغال، لو مش موجود، لو الترانزستور مش موجود كان هيبقى على طول الكرنت اللي طالع من الاوبريشنال امبليفاير هو الكرنت اللي ماشي في الليد، وده هيبقى كرنت قليل شويه. احنا محتاجين نزود الكرنت علشان ناخد شده اضاءه معقوله، عشان كده حطينا الترانزستور. الترانزستور ده كرنت امبليفاير، هو هياخد التيار بتاع الاوبريشنال امبليفاير اللي هو داخل على بيز الترانزستور ويضربه في البيتا زائد واحد بتاعه الترانزستور ويطلع التيار اللي ماشي في الليد. طبعا طالما بيضربه في بيتا يبقى ما غيرش الشكل بتاع الكرنت، وبالتالي اللينياريتي اللي انت حصلت عليها من وظيفه اللوجاريتميك امبليفاير مش هتتاثر. الجزء اللي تحت بعد كده اللي هو المقاومتين اللي تحت دول مجرد مونيتور، وصلتهم ان هم يعملوا عمليه مونيتورنج ليه؟ لان احنا صحيح الليد اللي من فوق ده بيقول لنا في تيار ماشي ولا ما فيش، لكن مش هيقول لك شكل التيار اللي ماشي ايه. لو انا مثلا مدخل سيجنال هنا في الانبوت بتاعي بشكل معين، عايز اتاكد ان التيار اللي ماشي في الليد خد نفس شكل السيجنال، عايز اتاكد ان اللينياريتي صح. يعني انا لما كتبت المعادلات بتاعت السيركت لقيت الموضوع ماشي ومظبوط تمام بالمعادلات، استنتجنا المفروض التيار هيبقى فعلا لينير مع الانبوت فولتج واللوجاريتم كان بالفار ام بدوره، بس عايزين لما نيجي نقيس في المعمل نتاكد من الكلام ده، عايزين نتاكد فعلا ان التيار هيطلع لينير مع الانبوت فولتج عشان نتاكد ان الضوء اكيد هيطلع لينير مع الانبوت فولتج. فنتاكد من الكلام ده ازاي؟ بان احنا نعمل الحكايه دي، ان احنا نقيس الكرنت اللي ماشي في الليد من هنا، هيبقى عندنا هنا في طرفين، الطرفين دول ممكن احط عليهم فولت ميتر، وبالتالي اقيس الفولت اللي على المقاومه دي هيمثل لي التيار اللي ماشي في الليد، واقدر اقيسه مع الانبوت فولتج اللي هي المسج اللي انا عايز ابعتها، اشوف العلاقه بينهم هما الاثنين لينير ولا لا. لو العلاقه بينهم وبين بعض لينير يبقى اذا الترانسميتر اللينياريتي بتاعته مظبوطه، وبالتالي اقدر ابعت الانفورميشن وانا مطمن. وهنا في حاجه، لينياريتي الترانسميتر زي ما اتفقنا متكونه من حاجتين اثنين، اللينياريتي في العلاقه ما بين الكرنت بتاع الليد وبين الانبوت فولتج، واللينياريتي بتاعت الليد نفسه. لينياريتي الليد نفسه اللي هي علاقه الرسمه دي، العلاقه بين الاوتبوت بار بتاعت الليد والكرنت اللي ماشي فيه. يبقى اذا اللينياريتي بتاعت الترانسميتر متكونه من حاجتين اتنين، متكونه بين اللي في اللينياريتي بتاعت الليد نفسه اللي علاقه الاوتبوت بار بتاعت الضوء بالانبوت كرنت في الليد، تاني حاجه علاقه تيار الليد نفسه بالانبوت فولتج اللي انت مدخله على الليد، لازم تكون لينير. طب هيقيس كل واحده منهم في التجربه؟ اه هيقيس كل واحده منهم في التجربه. فالتجربه بتاعتنا بتاعت الترانسميتر ده ان شاء الله لما ترجع الدراسه ونبدا في الجزء العملي هنعمل كالتالي، هيبقى جزء من التجربه كالتالي، ان احنا هنقيس العلاقه بين الفولتج اللي هنا وبين الفولتج اللي هنا. لو العلاقه دي لينير يبقى كده اتاكدنا ان الكرنت اللي ماشي في الليد لينير مع الانبوت فولتج. تاني حاجه هنقيس شده الضوء، شده الضوء اللي طالع من هنا هنقيسها مع الكرنت اللي ماشي هنا، شده الضوء هنقيسها مع الكرنت. فشده الضوء مع الكرنت لو كانت لينير يبقى كده تمام، يبقى كده الليد نفسه لينير. لما تكون العلاقه دي لينير وتكون العلاقه دي لينير يبقى اذا العلاقه دي لينير، دي هي اللينياريتي بتاعت الترانسميتر، نتاكد منها عشان نتاكد ان الترانسميتر شغال مظبوط. ده بالاضافه لتجارب ثانيه على الترانسميتر هنتكلم عليها ان شاء الله لما نيجي ناخد جزء الترانسميتر في العملي. طيب دي الحاجات اللي انا كنت محتاج اقولها بخصوص الاوبتيكال ترانسميتر. بعد كده هنتكلم ان شاء الله على الاوبتيكال ريسيفر. طيب هنتكلم على ايه بخصوص الاوبتيكال ريسيفر؟ برضو زي ما بدأنا كلامنا في الاوبتيكال ترانسميتر ان احنا عرفنا شوية بارامترات الاوبتيكال ترانسميتر، برضو الاوبتيكال ريسيفر ليه شوية بارامترات لازم ناخدها، بارامترات بتعبر عن الاوبتيكال ريسيفر. ايه هي البارامترات اللي بتعبر عن الاوبتيكال ريسيفر؟ هو الريسيفر عكس الترانسميتر، الترانسميتر انت بتعدي كارنت في الديفايس والكارنت ده بيتحول لضوء. طب الريسيفر ايه اللي بيحصل؟ لا الريسيفر انا بستقبل ضوء والضوء ده بيتحول لالكتريك كارنت. هي ايه العمليه بتاعت تحويل الضوء لالكتريك كارنت؟ دي عمليه احنا خدنا عنها فكره زمان، ان هي الفوتونات بتاعت الضوء لما بتسقط على ماتيريالز من نوع معين الانرجي بتاعت الفوتونات دي بتحرر الكترونات. يعني بيبقى جوه السيمي كوندكتور نفسه شبه الموصل بيبقى فيه الكترونات وفجوات، وفي اتومز، اتومز فيها الالكترونات والفجوات ماسكه في بعض. ينزل الفوتون بتاع الضوء على الالكترون والفجوه اللي هما ماسكين في بعض، طبعا الالكترون ده مشحون بشحنه نيجاتيف والفجوه مشحونه بشحنه بوزيتيف، هما الاثنين ماسكين في بعض يبقى كده مش هيتحركوا. مش هيتحركوا يعني مش هيعملوا تيار، والتيار بيجي من حركه الفجوات وحركه الالكترونات. اول ما ينزل الفوتون يفصلهم عن بعض،
الانرجي بتاعت الفوتون يمتصوها، تمتصها الذره، وبعدين ينفصلوا عن بعض، يتفصل الالكترون عن الفجوه، الالكترون يمشي في اتجاه والفجوه تمشي عكسه، وبالتالي يتولد تيار اللي احنا بنسميه الفوتو كارنت. يبقى ده باختصار عمليه تولد التيار في الفوتو ديتكتور، اللي هو الحاجه اللي بتحس بالضوء، الحاجه اللي بتحول الضوء لكارنت، لالكتريك كارنت، لتيار كهربي. الفوتون بينزل على الكترون وفجوه ماسكين في بعض، يفصلهم عن بعض، فيعمل حاجه اسمها كارير جينيريشن، يولد كاريرز، يولد حاجات بتشيل تيار، اللي هي مين؟ اللي هي الالكترونات والفجوات، والالكترونات تمشي في اتجاهها والفجوات تمشي في اتجاهها، وبالتالي تولد حاجه اسمها الفوتو كارنت. طيب ده الفيزيكال اوبريشن نفسها. ايه البارامترات المهمه اللي تتعلق بالفوتو ديود؟ ثلاث بارامترات. في حاجه اسمها الدارك كارنت، وحاجه اسمها النويز فلور، وحاجه اسمها الريسبونس تايب. خلاص؟ نقصد ايه بكلمه الدارك كارنت؟ نقصد ايه بكلمه الدارك كارنت؟ نقصد بالدارك كارنت اللي هو التيار اللي بيبقى ماشي في الديفايس نفسه، هو الفوتو ديتكتور. التيار اللي بيكون ماشي في الديفايس نفسه لو انت مش مدي للديفايس اي ضوء خالص. يعني الديفايس لو انت مش مديله اي ضوء خالص بيبقى معدي فيه تيار. الديفايس اللي هو بيكون فوتو ديتكتور ده بيبقى عباره عن ايه اصلا؟ الفوتو ديتكتور. الفوتو ديتكتور بيبقى زي الفوتو دايود او الفوتو ترانزستور. ده الفوتو ديتكتور، زي الفوتو دايود والفوتو ترانزستور. الفوتو دايود عباره عن دايود عادي بي ان جانكشن عاديه، بس الفرق ايه؟ انها بي ان جانكشن لما ينزل ضوء على الدبليشن ريجون بتاعتها، الدبليشن ريجون بتاعتها ممكن يولد كاريرز. الفوتو ترانزستور نفس القصه، لما يسقط الضوء على البيز بيولد كاريرز جديده، فبيولد تيار جديد. نقصد ايه بكلمه دارك كارنت؟ نقصد بكلمه دارك كارنت يعني لو انت مش منزل اي ضوء خالص على الدايود مثلا، هيبقى التيار ساعتها بيساوي كام؟ ببساطه. طب المفروض التيار ده يعتمد على الدايره، يعني اي دايود سواء دايود بيحس بالضوء ما بيحسش بالضوء، لما اجي اوصله بالدايره بتاعتي اكيد التيار اللي ماشي فيه بيعتمد على حسب الجهد اللي انت مدخله. هو الكلام ده صحيح لو كان الدايود ده فورورد بايست، لكن لما يكون الدايود ريفرس بايست احنا عارفين ان التيار ما بيعديش، او بيكون بيساوي حاجه اسمها الريفرس ليكش كالنت، وده اللي بيحصل فعلا. الفوتو دايود لما يجي توصل في السيركت بتوصل في السيركت في الاتجاه الريفرس دايما. الفوتو دايود لما استخدمه عشان يحس بالضوء بتوصل في السيركت في اتجاه الريفرس، بنحط الموجب هنا بتاع البايسنج بتاعنا والسالب في الناحيه الثانيه، بتوصل في اتجاه الريفرس. ففي اتجاه الريفرس المفروض ما بيعديش تيار، او بيعدي تيار صغير جدا جدا، هو ده الدارك كارنت، اللي هو لو انت طافي النور مش حاطط اي اليمونيشن على الديفايس خالص، هيبقى التيار اللي ماشي في الاتجاه العكسي ده بيساوي كام؟ اللي هو الريفرس ليكش كارنت. نفس القصه في الترانزستور، بس الفوتو ترانزستور اللي بنعمله ان احنا مش بنديله بايسنج من عند البيز. انت عارف ان الترانزستور عشان يشتغل يمرر كارنت بالطريقه العاديه اللي احنا درسناها لازم اديله بايسنج مناسب من عند البيز. لا، بمسك الترانزستور بثلاث اطرافه، مش بديله بايسنج من عند البيز، بالاطراف بتاع الترانزستور مش بديله بايسنج من عند البيز، وما نزلتش عليه ضوء، بحطيت الموجب بتاعي عادي والسالب بتاعي عادي، بس ما فيش بايسنج خالص من عند البيز. فالمفروض الطبيعي مش هيعدي كارنت في الترانزستور لان ما فيش بايسنج، او بيبقى كارنت ضعيف جدا، بيبقى كارنت ضعيف جدا بسبب ان الوصله بتاعت البيز كوليكتور بتكون منحازه انحياز عكسي، فيبقى الكارنت ضعيف جدا اللي هو ريفرس ليكش كارنت، هو ده برضه اللي احنا بنسميه الدارك كارنت. يفرق ايه الفوتو ترانزستور عن الترانزستور العادي والفوتو ديود عن الديود العادي؟ انك لما تنزل ضوء تبدا تحط لايت سيجنال، اللايت سيجنال اللي هي الضوء دي ينزل على الديود مع انه منحاز انحياز عكسي، لكن تلقى في تيار بدا يعدي في الديود، تيار محسوس، تيار كبير. ليه؟ لان صحيح مفيش كاريرز في ديبليشن ريجون، مفيش كاريرز، بس الضوء اللي سقط ولد كاريرز جديده، ولد حاجه اسمها الاي بي اتش اللي احنا بنسميه الفوتو كارنت. طب الفوتو ترانزستور بيحصل فيه ايه؟ برضه بننزل الضوء، بس الضوء بينزل على البيز، بينزل على البيز بتاعت الترانزستور. لما ينزل على البيز بتاع الترانزستور بيولد كاريرز جديده، وبرضه بيعدي تيار، برضه بيعدي تيار من البيز للاميتر، برضه بيعدي تيار، والتيار ده اللي احنا بنسميه الفوتو كارنت بتاع الفوتو ترانزستور. فالدارك كارنت هو مين؟ هو التيار بتاع الديفايس لما تكون انت مش حاطط اي ضوء بتاتا على الديفايس. الدارك كارنت ده مهم جدا. ليه مهم جدا؟ لان هو بيحدد النويز، بيحدد النويز ليفل في الديفايس. ايه حكايه النويز ليفل في الديفايس؟ مشكله الدارك كارنت ده ان هو ممكن يزيد مع درجه الحراره، دي مشكلته، ان هو ممكن يزيد مع درجه الحراره. فتخيل هو الديفايس اصلا ما خدش سيجنال، ورغم انه لسه ما خدش سيجنال يعني ما خدش اشاره ضوئيه، الا ان في تيار بيعدي فيه، وكل ما تسيبه في الدائره فتره ويسخن اكتر، كل ما التيار اللي ماشي فيه ده كل ما يكتر،
لان طبعا طالما ماشي فيه تيار بيسخن، فطالما بيسخن كل ما يسخن كل ما الدرجه كارنت يزيد، بيعتمد على التمبريتشر. فالديفايس فيه كارنت من قبل ما تنزل انت عليه اوبتيكال سيجنال، فده بيحدد لك النويز بتاعت الديفايس. طب عايزين كلام اكثر دقه في تحديد النويز بتاعت الديفايس، بيحدد لك حاجه اسمها النويز فلور. بيحدد لك حاجه اسمها النويز فلور. مين النويز فلور؟ النويز فلور دي قيمه المينيمم بتاع الاوبتيكال باور اللي انت لازم تنزلها على الديفايس عشان تحس بيها. المينيمم اوبتيكال باور اللي انت لازم تنزلها على الديفايس عشان تحس بيها. طب انا محتاج انزل ات مينيمم، محتاج انزل اوبتيكال باور قد ايه على الديفايس عشان احس بيها؟ محتاج انزل اوبتيكال باور تولد تيار على الاقل قد الدارك كارنت على الاقل عشان اقدر احس بيه. تخيل ان الاوبتيكال باور اللي نزلت على الديفايس اقل من الدارك كارنت، ساعتها انت مش هتحس بيها، ساعتها هتبقى الدارك كارنت اللي هو النويز اعلى من الفوتو كارنت اللي هو التيار اللي انا عايز احس بيه. التيار اللي بيعبر عن السيجنال. معنى كده ان السيجنال تو نويز ريشيو اقل من واحد، وده ما ينفعش. فعلشان احس بسيجنال، احس بسيجنال ضوء اتحول لتيار، لازم الضوء اللي اتحول لازم التيار اللي هو نتج من التحويل ده يكون اكبر من الدارك كارنت بتاع الديفايس. فالدارك كارنت بتاع الديفايس بيحدد النويز فلور. ايه النويز فلور؟ اللي هو اقل ليفل من الباور لازم تحطه على الديفايس عشان يديلك تيار اعلى من الدارك كارنت. واضح ان مش الدارك كارنت لوحده هو اللي بيحدد النويز فلور، ده في حاجات تاني بتحدد النويز فلور. في حاجات تاني في الديفايس بتحدد النويز فلور. ايه تاني بيحدد النويز فلور في الديفايس؟ من ضمن الحاجات اللي بتحدد النويز فلور، من ضمن الحاجات اللي بتحدد النويز فلور في الديفايس قد ايه الديفايس بيحول، قد ايه الديفايس بيحول الفوتونات اللي ساقط عليه بتاعه الضوء قد ايه بيحولها لتيار. ففي حاجه اسمها الكوانتم افيشنسي، في حاجه اسمها الكوانتم افيشنسي. كوانتم افيشنسي دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن قد ايه الديفايس بيحول الفوتونات اللي ساقط عليه بيحولها لالكترونات. طب يعني ايه الكلام ده؟ مش المفروض كل فوتون بيولد الكترون وفجوه؟ اه ده صحيح، كل فوتون الديفايس بيمتصه بيولد الكترون وفجوه، ولكن في مشكله، مش كل الفوتونات اللي بتسقط بتمتص. مش كل الفوتونات اللي بتسقط بتمتص، ممكن ننزل على سطح الديفايس 100 فوتون يمتص منهم مثلا 50 فوتون، ال 50 طلعوا 50 الكترون و50 فجوه. فالكوانتم افيشنسي دي اللي احنا بنوصلها برمز ايتا، ده عباره عن عدد الالكترونات اللي تم توليده اللي هو عدد الفجوات اللي تم توليده برضه، مقسوم على عدد الفوتون، على مقسوم على عدد الفوتونات اللي سقطت على سطح الديفايس، دي اسمها الكوانتم افيشنسي. ايه لازمه الكوانتم افيشنسي دي؟ لازمتها ان هي بتقول لك انت لما تيجي تنزل باور على الديفايس بتاع الضوء، الباور دي قيمتها كذا، تقدر تحسب، تقدر تحسب او تقدر تتوقع من الباور دي قد ايه تيار هيتولد. بالتالي لما تدمجها مع قيمه الدارك كارنت تقدر تعرف النويز فلور قد ايه. يبقى النويز فلور اللي هو اقل باور اقدر ادخلها على الديفايس عشان احس بالكرنت اللي هيطلع، احس بالكرنت اللي هيطلع، يعني الكرنت اللي يطلع يبقى مينيمم بيساوي الدارك كرنت. طب عايز الكرنت اللي يطلع يعني مينيمم يكون بيساوي الدارك كرنت بتاعك، يبقى معنى كده انك انت عايز عدد الالكترونات اللي تتولد تعمل لك كرنت يساوي الدارك كرنت. طب مين بيتحكم في عدد الالكترونات اللي بتولد؟ على حسب الكوانتم افيشنسي. كوانتم افيشنسي هي بتتحكم في عدد الالكترونات اللي بتولد من الفوتونات اللي انت نزلتها، عباره عن نسبه الفوتونات اللي امتصت وتحولت لالكترونات. طب الكوانتم افيشنسي دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على خصائص الماتيريال نفسها، وبتعتمد كمان على خصائص الضوء، على خصائص الماتيريال نفسها وعلى خصائص الضوء. فبتتغير مع الويف لينس، بتتغير مع الويف لينس بتاع الضوء اللي ساقط على سطح الديفايس، فهي اللي بتستعمل في تحديد قيمه النويز فلور بتاعتك. تمام، واضح من المناقشه دي ان الويف لينس مهم، لان كل ما غير في قيمه الويف لينس كل ما تغير في قيمه نسبه الامتصاص، يعني نسبه الفوتونات اللي امتصت وتحولت لتيار. وده صحيح، ده صحيح فعلا في الديفايسز اللي هي الفوتو ديتكتورز، بيتغير التيار اللي بيتولد مع الويف لينس زي ما كان بيحصل بالظبط مع الترانسميتر. ترانسميتر ما زي ما اتفقنا كان انواع، كان في ترانسميتر بيطلع ويف لينس واحد اللي هو المونوكروماتيك ترانسميتر، في ترانسميتر بيطلع باند من الويف لينسز. هنا برضو في الفوتو ديتكتورز في حاجه زي كده، ان الفوتو ديتكتورز الكوانتم افيشنسي بتاعتهم بتفرق على حسب الويف لينس. فعند ويف لينسز بيبقى الامتصاص عالي، فبيتولد كاريرز كتيره من الفوتونات اللي نزلت، يعني نسبه كبيره من الفوتونات امتصت.
مع ويفلينسز تانية لا بيبقى نسبة أقل من الفترات المتوسط، وبالتالي الكرنت ممكن يبقى أكبر مع ويفلينسز معينة، ممكن يكون أقل مع ويفلينسز تاني. فدي بنسميها السبيكترال أو السبيكترال ريسبونس، دي بنسميها السبيكترال ريسبونس بتاعة الفوتو ريسيفر أو بتاعة الفوتو ديتكتور. السبيكترال ريسبونس بتاعته اللي هو الاستجابة بتاعتها مع الوفلينس. الاستجابة دي مع الوفلينس ممكن نعبر عنها بان احنا نحط الوفلينس على المحور الافقي ونحط على المحور الراسي الكوانتم افيشنسي، نحط على المحور الراسي الكوانتم افيشنسي اللي هي قد ايه من الفوتونات اللي نزلت تم امتصاصها، ولكن المشكله ان الرقم بتاع الكوانتم افيشنسي ده مش ميجرابل، يعني مش ميجرابل بسهوله، وفي نفس الوقت يعني مش بيميلوا ان هم يستعملوه في السياق بتاع بتاع التعبير عن حاجه زي كده. هم اللي بيستعملوا ايه؟ بيستعملوا بدلا منها التيار، يعني بيستعملوا التيار اللي اتولد، ده المنطقي ان يعني نشوف التيار اللي بيتولد كفانكشن في الويف لينس. بس انا ما اقدرش اجي على المحور الراسي واحط التيار اللي اتولد كده وبس، اللي هو الفوتو كارنت اللي اتولد كده وبس. ليه طيب؟ ان الفوتو كارنت مش بيعتمد على الويف لينس بس، الفوتو كارنت بيعتمد على الويف لينس وعلى الباور. ما هو انا ممكن ابقى واقف عند ويف لينس واحد، الويف لينس الواحد ده الكوانتم افيشنسي بتاعته فيها قيمه واحده بس، يعني عدد الالكترونات اللي بيطلع من الفوتونات او نسبه الفوتونات اللي بتمتص بقيمه ثابته، ولكن الباور بتاعت الضوء ممكن نغيرها، ممكن نزود الباور بتاعت الضوء فيزيد الكرنت. فانا ما ينفعش احط الكرنت والكرنت فانكشن في الباور برضه، فبنحط مش الكرنت، بنحط الكرنت مقسوم على الباور بتاعت الضوء اللي هي الانبوت باور بتاعت الضوء. بنحط الكرنت الفوتو كرنت اللي اتولد مقسوم على الانبوت باور بتاعت الضوء، ازاي بيتغير مع الوفلينس. النسبه اللي على المحور الراسي دي بنسميها الريسبونسيفيتي، مكتوبه في الملف بتاع التجربه، ريسبونسيفيتي بتاعت الديفايس. فعلاقه الريسبونسيفيتي بتاعت الديفايس مع الوفلينس دي اللي احنا بنسميها السبيكترال ريسبونس، ودي اللي بتفرق من ديفايس لديفايس. في ديفايس يبقى شغال بشكل معين في وفلينسز، ديفايس شغال بشكل معين في وفلينسز تاني، كل واحد على حسب الماتيريال بتاعته، السيليكون بشكل معين، الجرمانيوم بشكل معين، الانديوم جاليوم ارسنايد بشكل معين، والانديوم جاليوم فوسفورايت بشكل معين. ففي مركبات بتبقى معموله من عناصر، يعني فوتو ديتكتورز معموله من اليمنت من عنصر، وفي حاجات تبقى معموله من مركب من كومباوند، فعلى حسب الماتيريال طبعا بتغير الريسبونس بتاع الديفايس. فاحنا كده شفنا ثلاث عوامل او ثلاث حاجات من البارامترات المهمه في الفوتو ريسيفر او الفوتو ديتكتور، اللي هم الدارك كارنت وفهمنا معناه، والنويز فلور وفهمنا معناها، والسبكتر ريسبونس والكوانتم افيشنسي والريسبونسيفيتي، اللي هم كلهم اتحطوا في سياق واحد اللي هو سياق التعبير عن السبيكتر ريسبونس بتاعت الديفايس. طبعا الفوتو ديتكتور هو كمان لازم يكون لينير في البروبرتيز بتاعته. لينير في ايه؟ لينير في علاقه التيار اللي اتولد بالضوء بالباور اللي دخلت، يعني لازم تكون العلاقه دي لينير هي كمان، يعني لو حبيت انا ارسم علاقه بين الاثنين دول لازم تكون لينير. لو رسمت مثلا الانبوت باور بتاعت الضوء على المحور الافقي وجيت على المحور الراسي ورسمت الفوتو كارنت اللي اتولد، لازم العلاقه دي تكون لينير. ليه لازم تكون لينير؟ عشان نحافظ على شكل السيجنال، يعني داخل لي باور بتاع الضوء بشكل معين، لازم التيار اللي اتولد يكون واخد نفس الشكل، عشان في الموديوليشن في الدي موديوليشن لما تيجي تاخد الكرنت بتاعك تاخد كرنت واخد نفس شكل المعلوم. الكلام ده صحيح، والعلاقه دي لما بتترسم بيطلع الشكل بتاعها كده، لما بتترسم بيطلع الشكل بتاعها فعلا لينير بهذا الشكل. العلاقة الباور انبوت الانبوت اوبتيكال باور بالاوتبوت كرنت، واكيد طبعا زي ما انت متوقعت من شرحي اكيد برضه هنقيسها في المعمل، يعني لما نيجي لجزء الاختبار بتاع الاوبتيكال ريسيفر في المعمل هنعمل الحته دي، اللي هي ان احنا ندرس علاقه الفوتو كرنت اللي اتولد في الريسيفر ده هيحصل في المعمل بالانبوت اوبتيكال باور، ونشوفها لينير ولا مش لينير. طبعا النقطه اللي محطوطه على المحور الراسي في التيار دي عباره عن التيار عند انبوت باور بتساوي زيرو، دي هتمثل مين؟ هتمثل الدارك كرنت اللي هو التيار اللي موجود عند انبوت باور بتساوي زيرو، ده الدارك كارنت، وده طبعا عند تمبريتشر معينه، عشان الدارك كارنت بيبقى في الغالب بيعتمد على التمبريتشر. في بارامتر اخير هنتكلم عليه بخصوص الاوبتيكال ريسيفر، والبارامتر ده اللي هو اسمه الريسبونس تايم. البارامتر ده اسمه الريسبونس تايم. المصدر باي رمز زي تاو مثلا، الريسبونس تايم. ايه الديفينيشن بتاع ريسبونس تايم؟ الديفينيشن بتاع ريسبونس تايم هو الزمن اللي بيتطلبه الفوتو ديتكتور علشان يبني التيار. احنا عارفين الفوتو ديتكتور ده عباره عن ماتيريال
زي مثلا السيليكون او الجرمانيوم او ماتيريال من السيمي كوندكتورز دول اللي اتعمل منها الفوتو ديود في الترانزستور، الماتيريال دي هينزل عليها الاوبتيكال سيجنال وهيتولد فيها تيار. فايه هو الريسبونس تايم؟ الزمن اللي الماتيريال هتاخده عشان تقدر تكون التيار، تكون التيار المرتبط بالضوء اللي انت دخلته. والديفينيشن يعني نوميريكالي بالارقام عباره عن الزمن اللي بتاخده الماتيريال عشان خاطر تبني نسبه من التيار بتساوي 36.3% من قيمه التيار. 36.3% من القيمه بتاع التيار اللي هي النسبه المرتبطه بقيمه اي. نفس الديفينيشن بتاع التايم كونستانت اللي احنا عارفينه في دوائر الشحن المكثف وشحن الملف. طيب الريسبونس تايم ده بارامتر مهم جدا 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 في الاوبتيكال كوميونيكيشن. ليه؟ لان هو بيحدد الباند ويدث بتاعت الريسيفر او بيحدد الداتا ريت بتاع الكوميونيكيشن كله. لان ما ينفعش الداتا تكون اسرع من الريسبونس تايم بتاع الريسيفر. وهنا نفتكر كلمه قلناها في التسجيل اللي فات لما كنا بنتكلم على الاوبتيكال شانل. قلنا الاوبتيكال شانل اللي هو الفايبر نفسه كفايبر امكانياته في الكوميونيكيشن مهوله، ممكن يبعت داتا ريت بمعدلات خرافيه، بس هو اللي بيعمل ليميتنج للكوميونيكيشن مش الاوبتيكال فايبر قوي، اللي بيعمل ليميتنج للكوميونيكيشن الترانسميتر والريسيفر. الترانسميتر ليه امكانيات والريسيفر ليه امكانيات. يعني الليد او ليزر ديود اللي بيبعت السيجنال هو ليه سرعه مش يقدر يتخطاها، حتى لو كان الاوبتيكال فايبر يستحمل سرعه اكتر من كده. الريسيفر الثاني ليه سرعه مش يقدر يتخطاها، حتى لو كان الاوبتيكال فايبر ممكن يبعت بسرعه اعلى من كده. وده اللي بيحصل من البارامتر وبيبان من البارامتر اللي اسمه الريسبونس تايم. الريسبونس تايم الزمن المطلوب عشان خاطر الريسيفر يقدر يبني الكرنت بتاعه. فتخيل مثلا ان في سيجنال اشاره ضوء، واشاره الضوء دي مبعوثه للريسيفر على شكل صفار وحايد. يعني في ضوء مفيش ضوء، في ضوء يعني في سيجنال واحد، مفيش ضوء يعني زيرو. وتخيل ان الديفايس برضه المفروض يولد كرنت بنفس الصوره، بس تخيل ان الريسبونس تايم بتاعه ضعيف. يعني الريسبونس تايم بتاعه بطيء، طويل شويه. طول شويه بالنسبه للانبوت سيجنال. فاول ما نزل الضوء عليه هيبدا يكون السيجنال، بياخد وقت طويل عشان يكون السيجنال شويه. خلاص؟ لو كان بياخد وقت طويل عشان يكون السيجنال، عقبال ما يكون السيجنال اللي حصل قدامك في الرسمه دي ان الانبوت مسج اتغيرت مرتين. يعني بعد ما كانت واحد رجعت صفر، بعد كده طلعت ثاني واحد. وده عباره عن داتا، كل دي عباره عن داتا. فهو مش هيلحق طبعا يراجع الداتا دي، يجي الضوء عشان بعد كده ياخد القيمه اللي بعديها، هيحاول ينزل للصفر مش هيلحق، هيرجع تاني ياخد الواحد اللي بعديه، وبالتالي غير قيمه الداتا على طول. بوظ الداتا اللي كانت مبعوثه، يبقى الكرنت مش هياخد نفس الشكل بتاع المسج اللي كانت مبعوثه. ليه؟ ببساطه المسج بتتغير اسرع من قدره الديفايس على انه يستقبلها. فدول البارامترات اللي هم بيلخصوا لنا الخصائص الاساسيه بتاعه الفوتو ريسيفر او الفوتو ديتكتور. تمام؟ طيب بعد ما خدنا البارامترات دول عاوزين يعني ناخد فكره سريعه عن الفرق بين الفوتو ديود والفوتو ترانزستور في الريسيفر. يعني الفرق بينهم بيكون في التوصيل. يعني الفوتو ديود انت بس بتديله ريفرس بايسنج بتوصله في الدايره. تمام؟ بس مشكله الفوتو ديود ان الفوتو ديود الكرنت اللي متولد منه اللي هو الفوتو كرنت بيبقى في الغالب ضعيف، وعشان كده لازم تحط بعديه امبليفاير يكبر الكرنت. ممكن الامبليفاير مش بس يكبر الكرنت، ده ممكن كمان يحول الكرنت للفولتج، يعني يكبره ويحوله للفولتج في نفس الوقت، وده اللي احنا بنسميه الترانس امبيدنس امبليفاير. وكمثال على ترانس امبيدنس امبليفاير الكونكشن دي مثلا اللي فيها الديود فعلا اهو، اللي هو الفوتو ديود متوصل ريفرس بايست، ادي البايسنج بتاعه سمي مثلا في دي دي مثلا، بعد كده واصل مع اوبريشنال امبليفاير داخل على النيجاتيف نود بتاعته، وفي مقاومه فيدباك، وفي بعد كده هنا الاوتبوت فولتج، والجهد ده النقطة البوزيتيف واصلة بالجراوند. طبعا لو انت حليت السيركت دي هتلقى ان الفي اوتبوت قيمته بتساوي سالب الفوتو كارنت مضروب في ار اف. فمعنى كده ان الترانس امبيدنس امبليفاير اللي هي الكونكشن دي حولت لك الكارنت اللي ماشي في الفوتو دايود اللي هو الفوتو كارنت، حولته لك لفولتج، وفي نفس الوقت عملت له امبليفيكيشن، كبرته، ضربته في ار اف. تمام؟ ودي حاجه مطلوبه، لان طبعا الفوتو دايود لو انت استعملته لوحديه هيبقى من غير اي امبليفاير زي كده، اولا هيحصل عليه لودنج، فيعني هيطلع الفولت اللي انت هتاخده هيبقى بيلود على الديفايس نفسه. ده غير انك انت لازم تعمل عمليه امبليفيكيشن، امبليفيكيشن يعني تكبر الفولتج، تكبر الكرنت اللي انت بتاخده منه، لان الكرنت بتاخده منه ضعيف.
في المقابل الفوتو ترانزستور احسن في حكايه الكرنت. ليه؟ الفوتو ترانزستور زي ما انت شايف في الرسمه اللي قدامك بينزل الضوء على البيز، فبيتولد اصلا الفوتو كرنت اساسا بيتولد في البيز، بس بعد ما بيتولد في البيز الكرنت بيروح للاميتر. طالما راح الكرنت للاميتر فحصل له امبليفيكيشن، انضرب في بيتا زائد واحد فتكبر جوه الديفايس. ودول النوعين الاساسيين للفوتو ديتكتورز في الحقيقه اللي هم موجودين في الاوبتيكال كوميونيكيشن. ممكن يكون فوتو ديتكتور زي الفوتو دايود، والفوتو دايود ده مش بيكبر الكرنت اللي اتولد جوه نفسه، انت محتاج تحط له امبليفاير من بره اللي هو ترانس امبيدنس امبليفاير. على الصعيد الاخر الفوتو ترانزستور بيتولد جوه الفوتو كرنت وهو في ذاته يعني سيلف امبليفاير، بيكبر الكرنت اللي اتولد فيه من جواه من جوه نفسه. ده اللي هو ممكن يحصل في العملي. بس طب معنى كده ممكن حد يقول معنى كده الفوتو ترانزستور احسن من الفوتو دايود لانه هيدي لك كارنت اعلى، ودي حاجه مطلوبه مش دايما، مش ده البارامتر الوحيد بتاع المقارنه. في المقابل في عيب. ايه العيب؟ ان الفوتو ترانزستور النويز اللي فيه اعلى من النويز بتاعت الفوتو دايود، النويز اللي فيه اعلى من النويز بتاعت الفوتو دايود، يعني عشان خاطر الامبليفيكيشن بتاع الكارنت بيحصل جوه الديفايس، فبيطلع الكرنت اللي هو امبليفايد بيطلع نويزي، يطلع فيه ليفل نويز عالي لو مش بيكبر لوحده، بيكبر هو والدارك كرنت مع بعض. لكن في الفي دي دي في الفوتو دايود، الفوتو دايود لا، الكرنت اللي بيتولد مبقاش النويز فيه عاليه، بس انت بعد كده بتعديه على ترانس امبيدنس امبليفاير، وترانس امبيدنس امبليفاير نفسه هو نفسه ممكن يكون مصدر النويز. فالعمليه دي بيتعمل فيها اناليسيس مفصل، ما هوش موضوع دلوقتي، موجود في الريفرنس اللي انا حطيته في اخر السلايدات، واي ريفرنس ثانيه شبهها ممكن ترجع لها عشان خاطر تتوسع في المساله دي بتاعت التفضيل بين الفوتو دايود والفوتو ترانزستور في دوائر الكوميونيكيشن لما نيجي نستخدمه. الريسيفر اللي عندنا في السيركت، الريسيفر ده موجود فيه فوتو ترانزستور مش موجود فوتو دايود، وهنتعرف على الدائره بتاعته فيها ايه. فالدائره بتاعته فيها ايه بالظبط؟ الدائره بتاعته فيها فوتو ترانزستور محطوط بالتوصيل اللي احنا شفناها دي، مش معمول له بايسنج من عند البيز، لان هو هيدخل من عليه الانبوت سيجنال اللي هي الاوبتيكال، هيحولها لكرنت على طول، والانبوت سيجنال الاوبتيكال بتدخل من هنا، بتدخل على السطح بتاع الفوتو ترانزستور على طول وتولد فيه الكرنت. بعد الفوتو ترانزستور في اتنين امبليفاير ورا بعض، الاتنين امبليفاير دول عباره عن نون انفرتنج امبليفايرز. ايه وظيفتهم؟ الفولت اللي هيتاخد من هنا من عند البيز بتاع الترانزستور هيكبروه جدا، لان هيبقى فولت صغير برضه، هيكبروا القيمه بتاعته جدا. وفي امبليفاير منهم محطوط فيه مكثف، وهدف المكثف ده انه يعمل عمليه فلترنج للنويز الموجوده في السيجنال. فالسيجنال بعد ما تطلع بعد الاثنين امبليفايرز دول، علشان نتاكد ان هي سليمه عايزين نتاكد انها واخده شكل الضوء، واخده شكل الضوء، يعني العلاقه بتاعت ما بين الريسيفر وما بين الانبوت اوبتيكال سيجنال، العلاقه دي لينير. عشان نعمل كده ده جزء من تجربتنا في المعمل، ان احنا نعمل علاقه بين الفولت بتاع السيجنال اللي موجوده هنا وبين الاوبتيكال سيجنال، الباور بتاع الاوبتيكال سيجنال. لما نعمل علاقه بينهم الاثنين ونلاقيها لينير هنعرف ان الريسيفر شغال كويس. طبعا بعد كده الريسيفر فيه جزئين، في جزء بيقول لك ممكن ناخد السيجنال دي على طول، السيجنال دي على طول لو اخدناها زي ما هي هناخدها زي ما هي انالوج سيجنال، انالوج سيجنال نوصل بيها زي ما دخلت زي ما اخدناها، يا الا هنعديها على الدايره دي اللي هي عباره عن دايره كومباراتور، دايره هيستريزيس كومباراتور. هيستريزيس كومباراتور فايدته ايه؟ ان احنا لما نيجي نبعت السيجنال بتاعتنا ديجيتال بيحصل فيها اتنويشن في الليفل، الليفل بتاعها بينقص، وفي نفس الوقت بيتولد عليها نويز. اللي بيحصل بس ان انا بدخلها على دايره كومباراتور فيها ثريشولد، والثريشولد ده اللي انا بقارن معاه، ثريشولد فولتج ده اللي انا بقارن معاه من هنا، انا بتحكم فيه بحيث ارجع السيجنال ديجيتال نظيفه تاني. انت عارف طبعا الثريشولد لما اجي اقارن معاه يا اما اخلي السيجنال يا اما هاي يا اما لو، لو اخترت الثريشولد بشكل مناسب عشان اتغلب على التشويه اللي حصل في الشكل بتاع الديجيتال سيجنال وانا باعتها، وارجع الديجيتال سيجنال بتاعتي شكلها نظيف تاني. فده الاوتبوت الديجيتال هيتاخد بعد الكومباراتور لو انا شغال هنا، وهيتاخد لو كان الاوتبوت انالوج هيتاخد من هنا على حسب انت بعت السيجنال بتاعتك ايه. فده التركيب بتاع الريسيفر اللي موجود عندنا في السيركت. بالشكل ده انا كده اتكلمت في الفيديوهات دي عن الاوبتيكال شانل وعن الاوبتيكال ترانسميتر وعن الاوبتيكال ريسيفر. تفاصيل التجربه اللي هتتعمل هتتاخد في المعمل نفسه، وان شاء الله لما المعمل يرجع في تفاصيل ثانيه في التجارب، فهتتاخد ان شاء الله اثناء المعمل نفسه لما نرجع ناخد المعمل مره اخرى باذن الله. تمام؟ اللي هختم بيه ان انا كنت قلت ان اخر حاجه ان احنا بنتكلم على الموديوليشن تكنيكس والمالتيبلكسنج اللي بيتعمل في الاوبتيكال كوميونيكيشن.
المفروض زي ما قلنا الموديوليشن ده اساسا بيبقى هو المالتيبلكسنج جزء من دايره الترانسميتر ودايره الريسيفر. فايه اللي خلانا فصلنا الموديوليشن المالتيبلكسنج عن دايره الترانسميتر وعن دايره الريسيفر؟ اللي خلانا عملنا كده ان ممكن في الاوبتيكال كوميونيكيشن خلافا لانواع الكوميونيكيشن الاخرى ممكن الموديوليشن والمالتيبلكسنج يتعملوا بره الترانسميتر، ممكن يتعملوا بره الترانسميتر وبره الريسيفر. مثلا ناخد مثال بالموديوليشن. مثلا الموديوليشن لما اجي اتكلم عليه انا عايز اقول ان في نوعين من الموديوليشن، في حاجه اسمها الدايركت موديوليشن، حاجه اسمها الدايركت موديوليشن سواء بتعمل موديوليشن انالوج او ديجيتال، وحاجه اسمها الاكسترنال موديوليشن، وده اللي احنا نقصده. الدايركت موديوليشن زي الموديوليشن اللي موجود في دايره المعمل، الموديوليشن موجود في دايره المعمل في الترانسميتر لو احنا فاكرين دايره الترانسميتر. اللي حصل في الموديوليشن ده ان انا جيت في الاوبتيكال ترانسميتر الديفايس اللي بيطلع الضوء، خليت التيار نفسه اللي ماشي فيه واخد شكل المعلومه، خليت التيار اللي ماشي فيه واخد شكل المعلومه، وبالتالي الضوء لما يطلع من الديفايس هيطلع واخد شكل المعلومه، وبالتالي الضوء لما يطلع من الديفايس هيبقى واخد شكل المعلومه. دي الفكره بتاعت الدايركت موديوليشن، ودي اللي بتعبر عنها الرسمه التعبيريه دي. بس الرسمه دي بتقول ان انا شغالين على ليزر، مش مشكله شغالين على ليزر او شغالين على ايه. الرسمه دي بتقول ايه؟ بتقول انت بتيجي عند اللايت سورس زي مثلا مصدر الليزر زي الليزر دايود، بتدخل عليه الكتريكال سيجنال اللي هي المسج اللي هي الموديوليتنج سيجنال، بتخلي الضوء بتاع الليزر اللي طالع هو نفسه موديوليتد، يعني هو نفسه واخد المعلومه اللي موجوده جوه السيجنال. ده اسمه الدايركت موديوليشن. الاكسترنال موديوليشن مش كده، لا احنا بنخلي الليزر يدخل عليه دي سي، دي سي عادي يعني ما فيش اي معلومه خالص، فطلع منه ليزر او طلع منه ضوء سواء الليزر دايود او الليد، يعني طلع منه ضوء، ضوء ثابت الشده بتاعته ثابته مش شايل اي معلومه. بعد كده بنيجي احنا اوبتيكالي بطريقه معينه، اوبتيكالي بطريقه معينه بنعمل الموديوليشن بره، بنعمل الموديوليشن بره بعد ما الضوء ما يطلع من الديفايس. ده اسمه الاكسترنال موديوليشن. وكمثال على طريقه عمل الاكسترنال موديوليشن، بيبقى الديفايس اللي بيعمل اكسترنال موديوليشن بيبقى حاجه بالشكل ده. ايه الحكايه دي؟ ده عباره عن كافيتي، كافيتي زي الديفايس كده عامل زي الكافيتي زي غرفه، والكافيتي دي جواها الضوء بيدخل بياخد مسارين اتنين، الضوء بيبقى محبوس في زي فايبر برضه، يعني الضوء بيبقى ماشي في مسار من الاتنين اللي هم المسارين اللي بلونه الابيض اللي هم جوه الديفايس دول، المسار اللي بلونه الابيض، المسار ده بيبقى زي فايبر، فايبر جوه الكافيتي دي، فايبر محبوس جوه الكافيتي. الكافيتي بتبقى معمولة من ماتيريال، والماتيريال دي بتبقى مركب معين، والمركب ده بيبقى الخصائص بتاعته ان هو لما تعرضه لفرق جهد كهربي معامل الانكسار بتاعه بيتغير، معامل الانكسار بتاعه بيتغير، وبالتالي الضوء لما يجي يمر فيه الضوء بسرعة مختلفة. فاحنا بنيجي جوه الكافيتي دي اللي معمولة من المادة اللي لها الخصائص دي، وبنعمل مسارين للضوء زي ما احنا شايفين. مسار للضوء بنسميه الان موديوليتد باس، يعني الضوء هيمشي فيه زي ما هو عادي، زي ما دخل هيفضل ماشي لحد ما يطلع. المسار الثاني اللي من فوق بنحط عليه اثنين الكترود، والاثنين الكترود دول بنطبق عليهم الموديوليتنج سيجنال اللي هي السيجنال اللي هتعمل موديوليشن. ايه اللي بيحصل بقى؟ ان السيجنال دي اول ما تحط فرق الجهد بتاعها على الاثنين الكترود هيغيروا في معامل الانكسار بتاع الماتيريال في المسار بتاع الموديوليتد باس، فالضوء اللي ماشي في المسار اللي من فوق هيمشي في مادة معامل انكسارها مختلف عن الضوء اللي ماشي في المسار اللي من تحت، وبالتالي يمشي بسرعة مختلفة. بعد ما يمشي بسرعة مختلفة يرجع هما الاثنين يتجمعوا تاني هنا. لما يتجمعوا تاني هنا هيتجمعوا هما الاثنين بفيز مختلف. مين اللي بيتحكم في الفيز بتاع تجمعهم؟ الموديوليتد سيجنال. وبالتالي الضوء اللي هيطلع في الآخر هيبقى موديوليتد على حسب الانبوت سيجنال اللي أنت عملت بيها العملية دي. فدي فكرة عن الاكسترنال موديوليشن. فاحنا ايه اللي خلانا ذكرنا الموديوليشن بعيد عن الترانسميتر والريسيفر؟ ان ممكن يحصل في قصدي في الشرح يعني، ان ممكن يحصل في العملي وكتير جدا ما بيحصل ان يتعمل الموديوليشن نفسه بره الترانسميتر وبره الريسيفر، تعمل اكسترنال موديوليشن. ايه لازمه الاكسترنال موديوليشن في العملي؟ ان هو سريع. يعني احنا في الدايركت موديوليشن احنا محدودين بسرعه الليد. ممكن الليد يكون ما يستحملش ان هو يطلع داتا ريت اكتر من حد معين، وان كان الفايبر يستحمل اكتر من كده بكتير. هيبقى احسن من كده ان احنا نخلي الليد او الليزر دايود يطلع ضوء ثابت، وناخد احنا الضوء الثابت ده ونعمل له موديوليشن بره. نخليه يشيل المعلومه من بره بطريقه زي كده. والطريقه دي بتخلي
الضوء يبقى شايل انفورميشن بداتا ريت عالي جدا. وبالتالي نبقى اتغلبنا على الليميتيشنز بتاعه الترانسميتر في ان هو يبعت المعلومه. فعشان كده ذكرنا الاكسترنال موديوليشن. في حاجه تانية اللي هي المالتيبلكسنج. المالتيبلكسنج بتعمل ازاي في العمليه دي؟ المالتيبلكسنج اللي نقصده في الاوبتيكال كوميونيكيشن ممكن تكون الداتا اللي ماشيه في الفايبر نفسه، ممكن تكون الداتا قبل ما تطلع من الترانسميتر. الداتا نفسها عباره عن داتا بتاعت يوزرز كتير. يعني احنا ممكن ناخد داتا بتاعت يوزرز كتير نعمل لها تي دي ام تايم ديفيجن مالتيبلكسنج، والداتا دي كلها بتاعت مثلا 100 يوزر 1000 يوزر، طبعا بيبقى العدد اكبر من كده بكتير. الداتا بتاعت اليوزرز كتير دي نحملها على شعاع الضوء ونبعتها جوه الاوبتيكال فايبر كيبل. بس المشكله ان ما زلنا ما استخدمناش كل قدرات الاوبتيكال فايبر. الاوبتيكال فايبر يستحمل اكثر من كده، بس المشكله ان الترانسميتر بتاعنا ما يقدرش. في نفس الوقت ممكن نبقى مش قادرين نعمل حاجه زي الدبلكس كوميونيكيشن. الدبلكس كوميونيكيشن عشان تعمله انت محتاج الكوميونيكيشن يتعمل في اتنين دايركشن، يعني محتاج تكون بتبعت وبتستقبل في نفس الوقت. انت بالطريقه بتاعت انك انت بتستعمل سيجنال الضوء العاديه خالص، انت بتحمل الداتا كلها على سيجنال ضوئيه واحده، ممكن تكون الداتا بتاعت يوزرز كتيره بس ما فيهاش الدبلكس كوميونيكيشن، لان كده كده الداتا رايحه من حته لحته من ترانسميتر معين لريسيفر معين. عشان نعمل دبلكس كوميونيكيشن محتاجين اكتر من كارير، محتاجين اكتر من كارير، والكارير في الاوبتيكال كوميونيكيشن هو الضوء. ومعنى انك انت هتحط اكتر من كارير جوه الفايبر اوبتيك انك انت هتحط اكتر من ويف لينس، وده اللي بيحصل في حاجه اسمها الويف لينس ديفيجن مالتيبلكسنج. الويف لينس ديفيجن مالتيبلكسنج في الاوبتيكال فايبر احنا مش بنبعت ضوء بويف لينس واحد، احنا بنبعت ضوء بويف لينسز كتيره. ممكن يكون في منهم ويف لينس رايح من الترانسميتر للريسيفر، ويف لينس ماشي في الاتجاه المعكوس من الريسيفر للترانسميتر بالعكس، عشان نبقى ضمننا ان احنا نعمل فول دوبلكس كوميونيكيشن، كوميونيكيشن في الاتجاهين. برضو كونك بتستخدم اكتر من ويف لينس مش بس يديلك امكانيه انك تعمل فول دوبلكس كوميونيكيشن، لا ده كمان يخليك تستخدم امكانيات الفايبر احسن من كده، لان كل ويف لينس ممكن يشيل الداتا بتاعت يوزرز كتير، وبالتالي كده اتغلبت على عجز الترانسميتر عن انه يواكب القدرات بتاعت الاوبتيكال فايبر. اذا كان الترانسميتر ما يقدرش يطلع داتا ريت اكتر من 100 جيجا مثلا في الثانيه، والفايبر اوبتيك ممكن يشيل 10 تيرا في الثانيه مثلا، نعمل ايه عشان نستفيد من الفايبر اوبتيك؟ ممكن احط 100 جيجا في الثانيه على ويف لينس، 100 جيجا في الثانيه على ويف لينس ثاني، 100 جيجا في الثانيه على ويف لينس ثالث، وهكذا. وابقى استغليت امكانيات الاوبتيكال فايبر افضل بكتير من ان استعمل ويف لينس واحد. الويف لينس ديفيجن مالتيبلكسنج ممكن تقرا عنه، هو والاكسترنال موديوليشن موضوعات شيقه جدا، وهي مش ريليتد للجزء العملي بتاع التجربه، وعشان كده احنا ما استفدناش فيها. لكن عايز تتوسع فيها تقدر تتوسع فيها في الـ في الـ في الريفرنسز، ومن احسن الريفرنسز اللي اوجهك ليها لو الريفرنس ده اللي موجود في اخر السلايدز. السلايدز دي ان شاء الله برضو هتنزل على السايت بتاع ماده الاختبارات، هي وكل الفيديوهات. وكده انا خلصت الجزء اللي هو يعتبر باك جراوند للموضوع. ان شاء الله في المعمل لما نتقابل هتاخد هتعمل ايه بالظبط في التجربه بتاعت المعمل، ويعني هديك الخطوات، يعني تبدا في خطوات الجزء العملي مباشره في التجربه، ان شاء الله ما تاخدش وقت. وكده انا انتهيت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.